مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منورين ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. يعني ابدا معاكم ببيان النادي الاهلي اللي طلع النهارده. الاهلي يتخذ الاجراءات القانونيه ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس ادارته. مجلس اداره النادي الاهلي قرر اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه والقضائيه تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس ادارته عبر وسائل الاعلام فقط لا غير. ندخل في اخبار الاهلي. عارفين الاهلي طبعا انهى معسكره الناجح من وجهه نظري في كرواتيا اللي كان من خلاله لعب نادي الاهلي مباراتين، المباراه الاولى انتهت بالتعادل 1-1، المباراه الثانيه انتهت بالفوز 5-1. اعتقد النادي الاهلي طلع باهدافه اولمبيا سلوفانيا كان 1-1، والمباراه الثانيه انتهت بفوز الاهلي 5-1 كرانسو دور. يعني اعتقد ان الاهلي خرج بكل الاهداف اللي عايزها باتريس كالترون المدير الفني، مش عايزين نقول الجديد بقى خلاص، مدير فني النادي الاهلي. ان شاء الله كل التمنيات للاهلي في مباراته القادمه، مباراه مهمه جدا امام تاونشيب البتسواني، مباراه مهمه جدا 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 في كل حاجه. يعني عايزين نقول مليون جدا، هنقول حاجات كتير جدا هتقف عليها هذه المباراه. ان شاء الله تتوج بالنجاح زي ما رجاله الاهلي معودنا دايما ان هم يبقوا عند حسن ظننا ودايما في الزمان والمكان المطلوبين منهم. زي ما قلت لكم ان محمد يوسف كان خرج وقال ان المعسكر اتى بثماره كامله. باتريس كارتيرون قال ان اللعيبه استوعبت جزء كبير من فكره التدريبي، وان شاء الله هيلعبوا مباراه في معسكر اسكندريه اللي هيقام بعد ايام قليله عشان يطمن فيها بشكل نهائي عن الفريق اللي هيقابل بطل بتسوانا. النهارده الفجر رجعت بعثه النادي الاهلي، وبكرة إن شاء الله هيبقى في تمرين في التتش، وبعد كده إن شاء الله هيبقى في معسكر في الإسكندرية. أقول لكم الخبر بعد حصول الفريق على الراحة من التدريبات، هيرجع يتمرن على ملعب التتش ويدخل في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمواجهة الأفريقية. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في برج العرب قبل مباراة تاونشيب بطل بتسوانا، والمقرر إقامتها أكيد حضراتكم عارفين يوم 17 في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كان مهم جدا جدا أن المعسكر يتكلم عليه كالترون ويقول أن هو فعلا طلعنا منه بالأهداف اللي أنا عايزها، واللعيبة استوعبت الفكر التدريبي أو جزء كبير من الفكر التدريبي اللي أنا عايز أطبقه مع الفريق في المشوار اللي جاي. وقال كمان ان انا مش هغير طريقه اللعب بتاعتي لضيق الوقت، واحنا اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم قلت لكم ان تغيير طريقه اللعب محتاجه وقت طويل جدا ومحتاجه جهد كمان طويل جدا، لكن هو قال انا هلعب ب 4-2-3-1 زي ما اللعيبه متعوده عليها، مع بعض التغييرات في بعض المراكز وبعض التغييرات في بعض الافكار الفنيه بالنسبه للاعبين. شفنا وليد سليمان تالق في المباراتين، احرز اعتقد 4 أهداف في المباراتين، مجموع المباراتين حاجة جميلة جدا. معاه ميدو جابر برضو أحرز 2 مع أنه شارك في شوط في المباراة الثانية، لكن اللعيبة ظهروا بمستوى مطمئن للغاية. إن شاء الله كل التوفيق ليهم في المباراة الهامة جدا. طيب أكيد هنرجع لحضراتكم عن الفريق النادي الأهلي، لكن عايز أتكلم على أهمية المباراة. انتوا عارفين اهميه مباراه طبعا بطل بتسوانا، عارفين الماتشين اللي لعبناهم للاسف كان في خساره وكان في تعادل، لكن الاهلي زي ما عودنا ان هم قادرين، الاهلي بيرجع زي ما هو عايز يرجع. مباراه مش هقول صعبه، مش صعبه، هي صعبه بس في عدد النقاط وصعبه في الموقف، لكن سهله ان شاء الله بالنسبه للاهلي. ان شاء الله جماهيره تبقى اكتر من العدد اللي اعلن عنه، يا رب بنقبل في اخر لحظه حتى يزودوا العدد علشان الجماهير تكون مؤازره لفريقها في المباراه المهمه جدا. طيب نشوف تقرير بسرعه كده من الساده الصحفيين عن اللقاء الاهلي وبطل بتسوانا تاونشيب ونرجع لحضراتكم على طول. أنا شايف النادي الأهلي ربنا وفقه في اختيار المدير الفني. ليه؟ 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 يعني احنا مش بنقول إن كارترون ده مثلا صاحب، لا، احنا بنتكلم على أن رجل سبق له التدريب في الكرة المصرية، سبق له إن وضع إيده على
يعني مفاتيح القوه والضعف في الدوري والفرق المنافسه، مش هيجي يقرا بقى ويشوف مين وده ايه والايه ولا، عارف طبيعه الفريق اللي بيدربه، جماهيريته، شعبيته، ارقامه والقابه، لعبته حافظهم. يعني مش تيجي تقول له ده وليد سليمان وده حسام عاشور، ما هو شافهم ولعب ضدهم مره واثنين وثلاثه. اذا ده كان توفيق من ربنا النادي الاهلي بعد تعثر عدد من المديرين الفنيين ان يجي الراجل ده كارتيرون يمشي وكانه كان موجود. يعني مش هتحصل اللي هو لا 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 خلاص هيمشي في الموضوع على طول. الاهلي قادر ان هو يحول، لان الاهلي دي البطوله المفضله والمحببه ليه، واللعيبه اللي موجوده اللي كانوا في المعسكر واللي جم النهارده من كرواتيا. انا واخد مانشيت النهارده بالنسبه للاهلي، باتريس كارتيون بيقول معسكر ناجح بدرجه امتياز في كرواتيا. ليه؟ لانه خد اللعيبه بعيد بقى عن كل المؤثرات اللي حواليه. طبعا الاهلي معودنا دايما ان هو ما فيش مستحيل، ما فيش يعني ما فيش ان احنا خلاص فقدنا الامل عشان فقدنا كم نقطه في اول مباراتين. المباراه الجايه اعتقد باتريس كارترون جاهز ليها كويس جدا ومجهز لعبته كويس جدا. معسكر كرواتيا كانت الناس كلها متابعاه، كان في تركيز، الراجل بيشتغل بشكل كويس، الراجل السي في بتاعه كويس. مش بعيد عن النادي الاهلي يا جماعه، عودتنا لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي لعيبه على مستوى، لعيبه عندها مسؤوليه، لعيبه عندها شخصيات قياديه، شخصيات بتسعد الجماهير، شخصيات بتسبب نوع من انواع الارتياح بالنسبه للمدير الفني، وماشيه جيده جدا لاي مدير فني يقدر من خلالها يشتغل فيها. ولكن كره القدم تعترف بالمجهود ولا تعترف بالحسابات نفسها. يعني زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا السادة الصحفيين ومعهم المعلق الكبير المعلق أشرف محمود، اتكلموا في نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه في البداية مع حضراتكم، اتكلموا ان الأهلي يقدر يرجع في أي وقت، اتكلموا كمان أشرف محمود اتكلم ان باتريس كارتيرون مش غريب على الكرة المصرية وعارف الكرة المصرية وعارف طبيعتها بصفة ان هو تولى تدريب النادي وادي دجلة من فترة، فيعني يعتبر ان هو عارف الكرة المصرية وحافظها وحافظ لعيبة الأهلي وعارف يعني ايه الأهلي وعارف مكانته وعارف اهميته وعارف جماهيره وعارف ان الجماهير ما عندهاش حلول او الاهلي نفسه ما عندوش حلول غير حل واحد بس، هو حل او اختيار واحد بس، هو اختيار البطل والبطوله فقط لا غير. عشان كده بيقول ان هو اختيار جيد جدا من مجلس الاداره لهذا المدرب، ان شاء الله يبقى مدرب ناجح جدا ويرجع لنا كل بطولات افريقيا اللي فاتت. عايز اقول لكم ان الرئيس او السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم ابطال البحر المتوسط ويمنحهم اوسمه الجمهوريه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط 18 التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري في أسبانيا. منح السيد الرئيس الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم. وقال السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة رفعت اسم مصر وريادتها عاليا في المحافل الرياضية والعالمية، مثنيا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالي من المسؤولية. كمان قال سيادة السفير أدخلوا أن هؤلاء الرياضيين أدخلوا بهذه الانتصارات وهذه الميداليات السعادة إلى قلوب المصريين، فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله. وأكد أن الرئيس أن الدولة لا تألو جهدا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول أن الدولة لا تألو جهدا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راقي يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم. ده كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تساهم في تبوؤ مصر المكان التي تستحقها إقليميا ودوليا. نتمنى طبعا كلنا كده. حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية. معايا على التليفون السيد مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب.
بصحة وسلامة دايما بخير ومصر بخير كده ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. يعني ما شاء الله انجازات جميلة جدا وتشريف ولا اروع من البعثة المصرية، يعني حاجة جميلة جدا يا باشمهندس. الله يخليك، كده كده دي حاجة، يعني حاجة توفيق من عند ربنا وبدعوة المصريين كده، عشان يعني يبقى ربنا، بس ربنا ادانا دايما حاجة كده تفرح مصر، وان شاء الله كل المجالات تقدر تفرح مصر، ومصر تبقى دايما كده فوق الدنيا كلها. يا رب يا باشمهندس، يا رب ان شاء الله. اكيد برضو ما بيجيش التوفيق من فراغ يا باشمهندس هشام. لا طبعا، اللي انا عايز اقوله ان يعني اللجنة الاولمبية بالمعاونة مع الاتحادات والاندية قدروا يعملوا خطة كويسة جدا جدا، وخطة وعلى منهج، اتباع منهج علمي سليم في الاعداد، اذا كان اعداد بدني ولا حتى اعداد نفسي ولا اعداد طبي كامل، والبعد عن المنشطات والتوعيه عن الممنوعات والحاجات دي كلها، يعني قدرنا نمشي منهج علمي سليم الحمد لله، وبذلنا كل مجهودنا بناء على الامكانيات اللي عندنا في التوقيتات اللي كانت وصلتنا الامكانيات مع مراعاه ظروف مصر كامله، والحمد لله يعني عملنا اللي علينا، ودعوات المصريين هي اللي جابت لنا بالتوفيق، جابت لنا الميداليات دي الحمد لله بنعمه ربنا. يعني اكيد اكيد يا باشمهندس، يعني عايز اسال حضرتك عن ردود افعال الابطال والبطولات المصريين من تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم. لا معلش، الصوت واحد ثاني كده. ردود افعال الابطال والبطولات المصريين من تكريم السيد عبد الفتاح السيسي ليهم. والله طبعا يعني التكريم سيادة الرئيس ده في حد ذاته يعني تقدير عالي جدا جدا، وده اللي هم دايما بيستنوه، لانه ده اعلى تكريم ان سيادة الرئيس يقول لهم يعني مبروك ويقدرهم، يعني معناه ان الدوله كلهم بتقدرهم، وان الدوله بتشكرهم على المجهود اللي هم عملوه من اعلى شخصيه موجوده في مصر سيادة الرئيس. ده في حد ذاته التواجد معاه وسماع التقدير منه وانهم يسلموا عليه، ده تقدير ما بعده تقدير، الباقي اي حاجه بعد كده بتبقى حاجات فرعيه. وهو حرص المره دي، حرص سياده الرئيس ان هو يكرم البعثه بعد حوالي اسبوع من رجوعها، والتكريم بتاعه نفسه والاوسمه اللي خدوها اللاعبين والمدربين، دي اكبر دي حاجه هتفضل للسيد ولادهم، حاجه كويسه جدا جدا. احنا دايما احنا بنشكر سياده الرئيس على التكريم ده، وبنامل ان دايما التكريم يبقى سريع بنفس الطريقه دي، وان احنا نشكر المصريين كل مجالاتهم على اللي هم بيقدموه لبلدهم. اكيد يا باشمهندس، ودي كمان يا باشمهندس يعني سياده الرئيس كمان انا عرفت ان هو طلب من حضرتك ان عايزين نبذل مزيد من الجهد يعني لتشريف مصر اكتر واكتر في كافه المسابقات، وده خليني اكلمك عن الاولمبيات القادمه ان شاء الله واستعداد اللجنه الاولمبيه بقياده حضرتك ليها ان شاء الله. والله احنا بنحاول نبني كل الميداليات اللي بناخدها وكل الدورات اللي بندخل فيها هي اعداد دوري للبطولات اللي هي جايه، اللي ان كانت بطولات عالم مسؤول عنها الاتحادات او بطولات مجمعه زي البطوله الجايه، مثلا عندنا بطوله جايه في بطوله الشباب بتاع الافريقيه للشباب اللي هتعمل في الجزائر بعد كام يوم، ابتداء من يوم 18 ولا 19، برضه فيها جزء من الناس بس طبعا سن احدث واصغر. دي كل الحاجات دي مرورا بالبطوله الافريقيه الجايه، مرورا ببطولات العالم والبطولات القاريه او البطولات الاقليميه، دي كلها استعداد لطوكيو 2020. احنا بنحط خطه كامله، ودي محطات بنعدي فيها عشان نقدر نعد بيها الرياضيين بتوعنا، واحنا متابعينهم وبنبني على كل بطوله، وبنبتدي نعمل يعني دراسه لكل الرياضيين بتوعنا موجودين، نقدر نكمل مع مين او نستبدل مين، وكلهم الحمد لله ماشيين، كل حاجه ماشيه بناء على الخطه، وحتى متواجبه مع الماليه اللي موجوده ان شاء الله من الوزاره، وبعد ما جالي الدكتور اشرف صبحي هو متفاهم الموضوع ده، وان شاء الله احنا ماشيين يعني متناغمين مع الوزاره في عشان الهدف الكبير اللي هو طوكيو 2020. اكيد يا باشمهندس، انا مش عايز اطول حضرتك يعني عشان عارف وقتك، اخر سؤال اساله لحضرتك يعني كان اتكلم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عن رعايه البطل الاولمبي. ايوه طبعا، ده كان مشروع موجود قبل كده، والدكتور اشرف صبحي طبعا عنده
النظره دي وعنده الفكر ده. هو طبعا راجل اكاديمي وراجل رياضي ممارسه ودراسه. تقول له ان شاء الله يعني الاسس بتتحط للموضوع ده، وان شاء الله نقدر يبقى نواه كويسه نقدر نوصل بيها مع الاتحادات ومع الانديه ومع اللجنه الاولمبيه مع المشروع ده واللي شبيه له لنتائج كويسه جدا وتاسيس سليم للرياضه. يعني كل التوفيق لحضرتك يا باشمهندس في مواقع قادم، وان شاء الله ترفعوا مصر عاليا اكتر واكتر في المناسبات الرياضيه اللي جايه باذن الله. شكرا جدا المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، شكرا جدا لحضرتك. يعني زي ما انتم شايفين اتكلمنا معاه في حاجات او التساؤلات اللي حضراتكم بتسالوها، رعايه البطل الاولمبي كانت اهم حاجه، الجهد اللي كان مبذول مع هؤلاء الابطال، استقبال السيد الرئيس لهؤلاء الابطال، واكيد كان يعني استقبال في محله. ده بيأكد على دور الرياضة، وإن شاء الله ترفع اسم مصر أكتر وأكتر في الأولمبيات القادمة إن شاء الله. وزير الشباب والرياضة بيقول مصر تستهدف تنظيم كأس العالم 2030. يا رب، احنا نفسنا والله يا دكتور أشرف، يا رب يعني إدنا على إيدك. الدكتور أشرف صبحي رئيس أو وزير الشباب والرياضة بيقول إن وزارة الرياضة تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2030، وكذلك تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032 ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الرياضة المصرية في الفترة المقبلة. تحس إن الدكتور أشرف صبحي داخل من أول يوم كده ما بيهزرش، داخل عايز يعمل حاجة، عايز يشتغل، عمال بيعمل اجتماعات وبيعمل لجان ويعني حاجه جميله جدا بصراحه. يعني في روح الشباب كده وروح التفاؤل والامل، واحنا يا ريت يعني ننظم كاس عالم 2030 وكمان ننظم دوره العاب اولمبيه 2032. حاجه نفسي تبقى موجوده فعلا، اكيد المواطن المصري هيبقى حاجه يعني في قمه الفرح بتاعته. اشرف صبحي ودكتور اشرف صبحي من خلال المؤتمر الصحفي اكد ان وزاره الشباب والرياضه اعلنت عن خطه وزاره الشباب والرياضه والاهداف المستقبليه للرياضه المصريه وطرق الارتقاء بالرياضه المصريه واستضافه اكبر الاحداث الرياضيه، وكشف ايضا عن نيه المسؤولين تنظيم اكبر الاحداث الرياضيه في العالم. ده اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه. هفكركم تاني، الدكتور اشرف صبحي بيقول ان احنا بنستهدف تنظيم كاس العالم 2030، كلام بيدينا امل لكن عايزين نتمسك بالامل، وكمان تنظيم دوره الالعاب الاولمبيه 2032. يا رب يا رب، كل التوفيق للدكتور اشرف صبحي اللي بقول لكم داخل من اول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم داخل بيشتغل، وده المطلوب، لان احنا فعلا الايام بتجري والساعه بتعد والدقيقه بتفيد وكل حاجه، عايزين فعلا سرعه زي ما الدنيا ماشيه. بكرة إن شاء الله ورشة عمل في الجبلية لبحث الأسلوب الأمثل لعودة الجماهير. ماشي، برضو يعني إحنا بنتمسك بأي كلمة وبأي حاجة بيقولوها في اتحاد الكرة، يا رب إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع. ده على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إلى عقد ورشة عمل في 12:00 ظهرا غدا الأربعاء بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة المهندس محمود الشامي لبحث خطة العمل المقترحة لدخول الجماهير مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وتتضمن الورشة محاكاة لما تم تنفيذه في مونديال كأس العالم. شفنا تمثيل ولا أروع وتنظيم ولا أروع بروسيا 2018 بالنسبة لدخول الجماهير المباريات للاستفادة من هذه التجربة. كما تم توجيه الدعوة لأعضاء مجالس إدارات أندية المسابقة والمسؤولين عن الجماهير بالأندية بهدف الوصول لرؤية مشتركة بين الاتحاد والروابط والأندية لعرضها في الآخر على الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة للعمل بها اعتبارا من الموسم الحالي. هو كلام يعني خلاص الموسم على الأبواب، الوقت ضيق جدا، لكن ممكن نعمل أي حاجة لو عملناها بسرعة وعملناها بطريقة منظمة. ده كان خبر ورشة عمل في الجبلية لبحث الأسلوب الأمثل لعودة الجماهير. بنتكلم كتير جدا في عودة الجماهير، بنتكلم كتير قوي قوي قوي، حتى كل ما أجيب ضيف نتكلم في عودة الجماهير، وبنقول يا جماعة من زمان نفسنا الجماهير ترجع، يا جماعة في ضوابط اتحطت وفي رواضع نفذت بالفعل، فخلينا نمشي في الطريق، مش مشكلة نمشي مرة هتلاقي عدد الغير ملتزمين لو 1000
وفي رادع المره الجايه يبقى 500، المره الجايه يبقى 200، المره الجايه يبقى مفيش. فنمشي يعني، نمشي نكمل. والروادع انا قلت قبل كده محدش يسمع كلمه رادع يقول انت عايز تعمل رادع علينا، لا بالعكس، الرادع بيحمي الجماهير تماما. لو انا انسان مشاغب وبعمل مشاكل اللي جنبي هيبقى قلقان وبعد كده مش هيجي، لكن لو في رادع عليا اللي جنبي هيبقى قاعد وتمام التمام، مفيش اي مسؤوليه، حاسس بالامان، مفيش اي مشكله خالص، عارف ان لا يخرج عن النص هيبقى فيه عقاب، وعقاب صعب جدا كمان، وشفنا قبل كده ومش عايزين نشوف تاني بصراحه، مش عايزين نشوف تاني، عايزين نشوف الصوره اللي قدام حضراتكم الجميله دي دايما بتملا استاداتنا كلها، كل الانديه يعني، مش هقول الاهلي بس، اهلي وزمالك واسماعيلي ولين، اي نادي ليه شعبيه الجماهير ترجع تنور الاستادات. طبعا احنا كاهلاويه نفسنا الجماهير الاهلاويه العظيمه تملا استاد النادي الاهلي في اي مكان، القاهره، برج العرب، السلام، السويس، اي ملعب يروحوا النادي الاهلي كنت تلاقي الجماهير ماليه الاستاد. ما تعرفش ده ماتش الاهلي ولا ماتش المقاولين ولا ماتش السويس، ولا جماهير جميله بصراحه. طيب يعني كنا اتكلمنا عن اللقاء، او الدكتور اشرف صبحي اتكلم كلام مهم جدا، ان الوزاره بتستهدف بطوله كاس العالم 2030 وكمان تنظيم دوره الالعاب الاولمبيه 2032. تعال نشوف الدكتور اشرف صبحي قال ايه ونرجع لحضراتكم على طول. انجاز ان قانون الرياضه طلع في الوقت ده، لكن مع التطبيق في حاجات احنا شفناها لازم ناخدها، الحاجات دي دلوقتي بنبلورها. دورنا ايه كدوله في القانون، دور المواثيق الاولمبيه والدوليه ايه التي يبقى في مرونه معانا فيها. كل حاجه احنا شايفين حصل من خلالها مشكله في القانون هنقعد نشتغل عليها ونطورها وناخد التدرج الطبيعي ان احنا وقتنا فيها يعني فورا نتعاون مع وزاره التعليم العالي في الجزء ده، لان كمان احنا عملنا حاجه، احنا عندنا اداره التعليم في الشباب، اداره التعليم في الرياضه، ثم الاتحاد الرياضي للجامعات. التفكير بتاعنا ازاي ان احنا نضم ده في حاجه واحده عشان ما يبقاش فيه هنا برامج وهنا برامج وهنا برامج ويدخل ده يعني الصرف في كذا حاجه. فده جزء من اللي احنا فكرنا فيه. طب الجزء الثاني اللي بيها فكره اللي قالها الدكتور خالد عبد الفار السيد الوزير معالي وزير البحث التعليم العالي والبحث العلمي، ان احنا نعمل زي بنك الموهبه، البنك الموهبه ان كل واحد ممكن يبعت لنا على سايت معين او سيرفر معين ان احنا موهبته ايه نبدا ناخدها وبعدين نبدا نروح له او يجي لنا. دي فكره يعني دلوقتي قابله ان احنا نحط اطر ومعايير التطبيق فيها. تكريم انا يمكن قلت ده حاجه عظيمه جدا وتاج على صدري انا، ان انا يعني موجود في الفتره دي وفي اللحظه ديت، ان انا موجود مع ابطالنا بيكرموا ومع السيد الرئيس بالفكر الهايل ده، بالاستراتيجيه والرؤيه الكبيره اللي احنا شفناها، بفهمه العميق جدا للرياضه المصريه، بفهمه العميق جدا يعني ايه اللياقه البدنيه هي الاساس، ازاي نهتم بيها، القدرات الصحيه ازاي نهتم بيه، ازاي ده مع المهاره يكتملوا. انا بكلم حضرتك طريقه التفكير والاهتمام بالرياضه، اذا احنا في مرحله اهتمام يعني الرجل الاول في الدوله وبالتالي يعني دوله رئيس الوزراء ثم الوزير المعني وزير الشباب والرياضه. اذا بقول للشباب المصري يعني اجري، انتج، اشتغل، احنا موجودين، الرياضه المصريه بخير، رايحه للخير، بس كلنا نأدي دورنا، المدرب يأدي دوره، الإداري يأدي دوره، اللاعب يأدي دوره، الجهة الحكومية تأدي دورها، الوزير يأدي دوره، كلنا لو أدينا دورنا إن شاء الله أكيد هنبقى أحسن بكتير. طبعا إن مصر ممكن تكون قادرة على استضافة أو تنظيم، ده اللي إحنا بنفكر فيه ونتعب له. ممكن تنظيم كأس العالم 2030، لازم أتحرك عليها من دلوقتي، لازم أتحرك بدري. اهلا بحضراتكم من جديد. ده التقرير اللي شفنا سياده الوزير اشرف صبحي بيتكلم فيه عن كل حاجه، هو رتمه سريع قوي، ده المطلوب بصراحه، رتمه سريع وخطواته مرتبه وده المطلوب بصراحه، حاجه جميله وان شاء الله يكون موفق في اللي قادم باذن الله. نتكلم تاني عن عوده الجماهير، قلت لكم الموضوع كمان حتى النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب لما زار سياده الوزير اشرف صبحي
اول حاجه في طلباته كانت عوده الجماهير. النادي الاهلي بيعمل لجنه وعامل لجنه لدراسه شكل عوده الجماهير من كل حاجه، دخولها وخروجها وتنظيمها وقعدتها وكل حاجه والتيكت كل حاجه. دايما اول ما اكلم الكابتن محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي في عوده الجماهير يقول لك احنا بنحارب بايدينا واسناننا عشان الجماهير. يعني احنا كلنا عارفين قيمه عوده الجماهير، بس يا رب يبقى فيه ايجاب لعوده الجماهير او قبول لعوده الجماهير او زياده لعدد الجماهير في المباراه القادمه للنادي الاهلي، ونشوف مش هنشوف الجماهير بتروح برج العرب قمه في الالتزام، كانوا في استاد القاهره قمه في الالتزام، الا ان حدث بقى اللي مش عايز اقعد اتكلم فيه كل شويه. ان شاء الله ترجعوا تنوروا استادات مصر كلها. عايز اقول لكم كمان ملحق، نروح يعني بعيد شويه عن النادي الاهلي او اللي بيحدث فروع النادي الاهلي، الملحق الثقافي لسفاره تايلاند في ضيافه النادي الاهلي. جو تكيرت الملحق الثقافي بسفاره تايلاند في القاهره قام بزياره لمقر النادي الاهلي اليوم الثلاثاء، والتقى بالمهندس خالد مرتجى ومهند مجدي عضوي مجلس النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذي. خلال الزياره اكد كيرت رغبه السفاره في ادراج لعبه المصارعه التايلانديه المواي تاي ضمن أنشطة النادي الأهلي، خاصة أنها رياضة شهيرة ويمارسها أكثر من 2000 شخص في مصر. أنا أول مرة أسمع عنها بصراحة، إلى جانب كونها لعبة شعبية في تايلاند وعدد من دول أوروبا وأمريكا، فضلا عن إدراجها ضمن الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. لازم نعرف الرياضة دي إيه. ووجه الملحق الثقافي الدعوة لزيارة أحد ممثلي النادي الأهلي إلى تايلاند خلال الفترة القادمة لحضور عدد من الفعاليات الخاصة بالمصارعة التايلاندية ومقابلة المسؤولين في وزارة الرياضة هناك لمناقشة هذا الملف، خاصة أنها تمثل موروثا ثقافيا ورياضيا مهما في تايلاند. أكيد شكلها كده لعبة مهمة عندهم، فإحنا لازم برضو تبقى لعبة مهمة عندنا. بقول لك هتدخل كمان في البطولة الأولمبية اللي جاية، ويعني حاجة جميلة جدا برضو أن أنت تبقى في كل الألعاب ويجي لك سفارات ويجي لك ملحق ثقافي. دولة تايلاند أصبحت دولة قوية جدا كمان في كل حاجة ما شاء الله، وإن شاء الله يبقى في تعاون مشترك رياضيا بيننا وبينهم إن شاء الله. دي كانت الأخبار بتاعتنا عن النادي الأهلي. إحنا معودينكم إن إحنا نتكلم كل يوم في الأهلي في كل مكان عن نجم أهلي. نجم الأهلاوي بتاعنا النهاردة نجم كبير جدا، نجم اسمه كبير، حقق انجازات. احنا كل النجوم بصراحه اللي بنقولها اسمائها كبيره جدا وحققت انجازات، ولا اروع اي حد بيروح النادي الاهلي بيحقق انجازات، لكن دي طبعا نجوم من العيار الثقيل. النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. علاء ميهوب، ولا نشوف التقرير ونرجع نتكلم عن علاء ميهوب؟ يلا نشوف التقرير ونرجع نتكلم عن النجم علاء ميهوب. علاء ميهوب أطلقوا عليه لقب الموهوب بعدما لفت الأنظار بشدة خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي. كل من شاهد ميهوب منذ صغره وهو يتوقع له مستقبلا كبير مع كرة القدم. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو جول، هو جول، الجول الأول. خاصة داخل الأهلي بعدما ارتبط كثيرا بالفانيلة الحمراء. تألق ميهوب مع الأهلي في كل البطولات، كان واحدا من أبرز لاعبي الوسط المهاجمين في مصر. كانت له صولات وجولات في لقاءات القمة، نجح في إحراز 11 هدفا في بطولات إفريقيا. تألق في مشاركاته بجوار عباقرة الكرة مثل محمود الخطيب، مصطفى عبده، مختار مختار، ثم نجوم من أجيال أخرى مثل أيمن شوقي، شوبير، علاء عبد الصادق وغيرهم. رحل ميهوب عن الأهلي في فبراير 92، لكنه ظل مرتبطا بالمكان والكيان، عاشقا لجمهوره ومحبيه. عندما لعب للأولمبي وسجل في الشباك الحمراء بكى كما لم يبكي من قبل. مرت السنوات، ظل ميهوب واحدا من أهم أبناء الأهلي، فعاد إليه مدربا بقطاع الناشئين قبل أن يعمل لسنوات طويلة بالفريق الأول. الآن يقود اللجنة الفنية بالأهلي، حيث نجح في إبرام العديد من الصفقات واختيار عدد من المواهب ليواصل حاليا المسيرة لخدمة ناديه الحبيب.
شفتوا قدام حضراتكم علاء ميهوب كان لاعب ليه مذاق خاص كده وليه طعم خاص، لعيب عالي جدا، لعيب بيشتهر بسرهاته وبأهدافه الجميلة جدا، وأهدافه كانت حاسمة يعني. ده كان هدف أعتقد ده ماتش الزمالك طلع لعبها بدماغه، وأنا كان في عادل المأمور أعتقد باين وكمان أحرز أهداف في مباراة المصري اللي كان الأهلي متأخر فيها وأحرز هدفين، ويعني كان حاجة برضو كبيرة جدا. والأهلي خد أعتقد الكاس أي ساعة هذه المباراة. تمكن الأهلي يفوز بعد ذلك 3-1 في الوقت الإضافي. ده أهداف الكابتن علاء ميهوب قدام حضراتكم حاجة جميلة جدا. بقول لكم اللعيب يعني أطلقوا عليه علاء الموهوب. دي الأهداف أنا سايبكم تستمتعوا بيها، فعلا أهداف ونجم من طراز فريد. علاء ميهوب أحرز 11 هدف للنادي الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية، عدد برضو كبير يعني. ممكن مهاجمين ما حققوش الأهداف اللي حققها علاء ميهوب في هذه البطولات. علاء ميهوب بعد ما ساب النادي الأهلي، طبعا ما فيش حد بيسيب النادي الأهلي بمزاجه، راح نادي الأولمبي. أكيد حضرتك تفتكروا الجون اللي جابه في النادي الأهلي، وتفتكروا طبعا عمل إيه الكابتن علاء ميهوب بعد هذا الهدف. فأعتقد الهدف احنا عرضناه لحضراتكم في التقرير، لو تعرف تجيبه أجيبه تاني، لأنه كان بصراحة يعني أبكى الجميع، أبكى كل الجماهير المحبة للكورة اللي اتفرجت على الماتش ده ساعتها. ودي كانت أول حالة تحدث بقى إن في حد يسيب نادي ويحط في فريقه القديم جول وينهار بالطريقة اللي انهار بها الكابتن علاء ميهوب، وكانت حاجة فعلا من قلبه. وحاجة بقول لكم خلت كل اللي قاعدين يعني في منتهى الحزن. لو نعرف نجيب الهدف تاني يا بيبو. واحد للمصري. اوكي، هو في نفس التقرير، في نفس التقرير اللي احنا عرضناه منذ قليل. لاسامه علاء ميهوب معروف قوي بحب النادي الاهلي، اشتغل في جهاز النادي الاهلي، ودلوقتي هو في لجنه الكره بالنادي الاهلي. وشوط على طول وعلاء ميهوب جول. جول على دي الاهداف. ده الهدف اللي هو كان في نادي الاولمبي. انا مش عايز اقول لكم بقى ساعتها انا اصلا كنت بتفرج على الماتش ده. اكيد طبعا الناس لو تفتكر الماتش ده اللي بتتفرج عليه يعني قطع قلوب الناس كلها فعلا يعني. وطلع ما كملش المباراه، نزل دقيقه كده وراح طالع ما كملش المباراه. وهدف جميل قوي بصراحه يعني، هدف جميل قوي بصراحه. عشان كده بقول لكم ان هو فعلا نجم ولاعب من طراز فريد، حتى في شغله دلوقتي ما شاء الله جاب للنادي الاهلي نجوم كبيرة جدا، وكان سبب في قدوم وليد أزارو النجم الأهلاوي اللي أثيرت حوله الشكوك في بداية مشواره مع النادي الأهلي. وبعد كده قالوا وليد أزارو النجم الكبير، وليد أزارو لغاية لما بقى يكون النادي الأهلي دلوقتي. لما عرفنا إن هو يمشي كانت كل الجماهير زعلانة، لكن وليد أزارو في الآخر في النادي الأهلي، وإن شاء الله يلحق بالمباراة القادمة حسب بقى رؤية المدير الفني كالتيرون. هل هيلاعب وليد أزارو؟ مش هيلاعب وليد أزارو؟ مش عايز أبعد عن الموضوع، خلينا في النجم، هذا النجم الكبير علاء ميهوب اللي بتشوفوا اهدافه قدام حضراتكم. اعتقد ده كان هدف النادي المصري. فات من الوقت بكده. سيبكم تستمتعوا بالاهداف، شوفوها كده دقيقه كده وارجع لحضراتكم. وقت اضافي مدته نص ساعه على شوطين. وبينيه لعلاء ميهوب اللي رقص وماشي، وشوطها برجله الشمال. بص الكوره، جول ثاني للنادي الاهلي. الشوط الاول الاضافي. النتيجة احمد الكاس، وفي الشمال مدحت سيد احمد، وماشي مدحت الباك الشمال متقدم زي ما حضراتكم شايفين، وبيعملها اوفر حلوه عند عطيه عبد الهادي. وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلى ميهوب وجول. جول على ميهوب، جول على ميهوب، وبيبكي مش معقول علاء، ما حدش مصدق اتعملت لعلاء ميهوب. وعلاء جدا هنشوفها مره ثانيه، او مدحت سيد احمد وعملها
ادي عطيه شاط على طول. ده كان الهدف بتاعه اللي حضرتك شفتوه، ده كان احمد الكاس بقى، كان فريق الاولمبي يعني فريق قوي، ان شاء الله يرجع الاولمبي من جديد. تعالوا نشوف اراء الجماهير عن الكابتن علاء ميهوب ونرجع لحضرتك على طول. علاء ميهوب طبعا من الناس الموهوبين جدا في الكوره، ويمكن هو علاء ميهوب وبرضه في نفس الوقت موهوب، وانا يمكن ما حضرتوش قوي وانا صغير يعني، بس انا بتفرج طبعا ماتشات القديمه دايما في قناه الاهلي وكده يعني. بس الراجل بسم الله ما شاء الله يعني، خط نص خط نص يعني، هداف قليل جدا لو يعني كابتن علاء ما كان موجود اليومين دول في كاس العالم كان عمل شغل جامد جدا يعني. فكابتن علاء من الناس اللي بجد يعني علامات في الكوره المصريه. اكيد طبعا ده كابتن علاء ميهوب معروف طبعا لجماهير النادي الاهلي، ابن من ابناء جماهير النادي الاهلي، قضى عمره كله في النادي الاهلي طبعا، وزي ما احنا عارفين يعني هو اي حاجه في حياته النادي الاهلي طبعا. كابتن علاء ميهوب كابتن كان لاعب في النادي الاهلي من ايام فريق الخطيب ومصطفى عبده، وكان محترم وكان لاعب كره مهاجم جميل واحرز بطولات كثيره مع النادي الاهلي. ابن من ابناء النادي الاهلي المجتهدين المميزين سواء في تحليله سواء في تدريبه، كان ابن من ابناء قادر ان هو بيتحمل مسؤوليه النادي، بيحب النادي قوي، بيحب روح الفانله الحمراء عنده من جواه، بيقدر يوصلها للعيبه وهو مدرب، ويقدر يوصلها للعيبه حتى في التحليل، بيبقى تحس ان هو غيور على النادي الاهلي لما كان بيبقى فيه خساره او في اي حاجه. طبعا هو من الحوامديه طبعا والناس اللي فرحتنا زمان كتير جدا. كابتن علاء ميهوب طبعا ابن ابناء النادي الاهلي، ياما فرح جماهير النادي الاهلي وياما جاب بطولات مع النادي الاهلي، طبعا المفروض ندي له حقه. كابتن علاء ميهوب يا ريت الفتره الجايه يبقى موجود اكتر بشكل كبير. طبعا تحليله اكثر من رائع، وفان هو ابن ابناء النادي بيحب النادي الاهلي، وطبعا اي حد بيحب النادي الاهلي الجمهور بيشيله فوق دماغه وبيقدره بشكل كويس قوي. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان يعني بعض من الجماهير اللي عاصرت الكابتن علاء واللي شافته او سمعت عنه. يعني كمان احنا معودينكم كمان احنا نتكلم عن بطولات الاهلي. النهارده هنتكلم عن بطوله كان ليها طابع خاص، بطوله 2001 الافريقيه. عارفين طبعا كلكم عارفين الاهلي خد 8 بطولات او القاب افريقيه وبفارق 3 بطولات عن اقرب منافسيه. كان اول بطوله خدها النادي الاهلي كان اقتناصها كابتن محمود الخطيب وجيله الذهبي في الثمانينات، يعني بصراحه كل الاجيال الذهبيه في النادي الاهلي اقتناصها من الغول الغاني كوتوكو. حضرتك تفتكروا الاهداف اللي جابها كابتن محمود الخطيب، وبعد كده تكرر هذا الانجاز في 1987 على حساب الهلال السوداني. بعد كده جت بقى بطوله 2001 مع الساحر مانويل جوزيه اللي اقتنص بطوله افريقيا 4 مرات ما بين 2001 الى 2008. طبعا عارفين مستر مانويل جوزيه وعشق الجماهير الاهلاويه لهذا الساحر. دي اهداف البطوله الافريقيه كابتن الخطيب فاكرين ده الهدف سيد القاهرة، وأحرز كمان جاب هدفين في هذه المباراة أعتقد، وهدف في مباراة كوتوكو. يا سلام يا ولد يا لعيب ما شاء الله. أنا بحب أتفرج على أهداف والله زي زيكم. أهداف كانت ليها كمان لمسات سحرية. يا لعب طويلة ماشي يا مصطفى عبده مش أوفسايد ماشي بالعمل. أنا بتفرج والله بيجوا يعني بستمتع بالأهداف. ده كان علاء ميهوب برضه اعتقد. كوفي؟ لا ما تقريبا كان كابتن مين اللي جاب الهدف الثاني؟ لا رمى في دماغه العبها طلعها تروح لمدحت رمضان ما تطلعش يا كوفي الا اذا كنت ضميها 100%. ومصطفى عبده مباريات جميلة وكان لعب كورة وجماهير وماشي الخطيب هو واحد الجون الثاني بص الجون الثاني بفضل يا صغير رجلك شمال وش قلت لكم يعني ان احنا بنرتبط بالكابتن محمود الخطيب وبنعشقه. خلينا نبعد عن رئاسة النادي الاهلي خالص دلوقتي، احنا بنعشقه وهو لعيب ياما فرح الاهلاويه وياما متعنا بلعبه وياما كان فعلا اسطوره كرويه. انا ببعد هو عن رئيس النادي الاهلي عشان محدش يقول انا مش عارف بتكلم وبعمل ايه. حاجه كانت جميله جدا وكان نجم من العيار الثقيل، وده الهدف بتاعه هناك
بصوا الهدف ده كمان وماشي مختار كابتن مختار مختار للخطيب والخطيب يرقص وراسه عدتين وهيجيب جول يا جول 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 جميل جول 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 التعادل للخطيب جول التعادل للخطيب يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم كاس افريقيا يعني حاجه جوال ولا اروع من كده ولمسات جميله واسماء كبيره جدا يعني لحقناهم لكن يا بخت بقى اللي عصرهم من الاول خالص زي ما قلت لكم القاب كبيره جدا بعد كده جه بقى النجم او الساحر مانويل جوزيه في بطوله 2001 كان ليها وضع تاني خالص كانت بدايه انطلاقه بطولات الاهلي الافريقيه واللي ودتنا بقى الكاس العالم للانديه زي ما قلت لحضراتكم هو حقق اربع القاب ما بين 2001 و2008 ونتج عن ذلك المشاركه في كاس العالم للانديه لاول مره عام 2005. معانا تقرير جاهز يلا نشوف تقرير عن هذه البطوله ونرجع لحضراتكم على طول. الاهلي صاحب الارقام، الاهلي الرائع هنا في هذه الليله، السياده والرياده، الفرحه كبيره، الاهلي دائما وابدا هو سيد الالقاب. أهل البطولات، أهل الإنجازات، الذكريات الحلوة ولحظات التتويج. وماشي مختار، يا هلا وماشي، الخطيب، الخطيب يرقص، وراسه عدتين، وهيجي جول، يا جول، 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 التعادل للخطيب. رغم أن انتصارات الأهلي الإفريقية بدأت مع جيل الأسطورة محمود الخطيب في الثمانينيات، حيث حصد المارد الأحمر لقب 82 بالفوز على كوتوكو الغني. تكرر الإنجاز عام 87 على حساب الهلال السوداني. إلا أن بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 كانت بداية الغزو الحقيقي لكتيبة الأهلي لإفريقيا. جول جميل مش ممكن، سيد سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، ده انت السيد، والله السيد. 2001 بداية حكاية جوزيه مع الأهلي قبل الرحيل والعودة من جديد. طموحات كبيرة، أحلام بعودة الانتصارات الإفريقية رغم إخفاق الدوري، النهائي المرتقب، الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، السفر إلى جوهانسبرغ، أجواء جماهيرية بملعب فيريس فيلد بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا. تقدم صن داونز عن طريق كامبامبا في الدقيقة 26، عادل للأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 58 من عرضية محمد فاروق. أفراح أهلاوية، تعذيرات من جوزيه، ما زال هناك لقاء عودة، طموحات كبيرة، اللقب الإفريقي يقترب، الجماهير تحتشد في استاد القاهرة، 100,000 متفرج، عودة الغيابات، بيبو جمعة والسعيد، بيبو يتألق، يحرز هاتريك. فوز تاريخي للمارد الأحمر، لقب إفريقي جديد لأبناء القلعة الحمراء. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. شفت حضراتكم يعني بطولات كبيرة وبطولات كثيرة جدا، الأهلي فعلا مصدر سعادة المصريين وأكيد كمان مصدر سعادة الأهلاوية اللي بيستنوا المباراة القادمة يعني على فارغ الصبر، مباراة تاونشيب البتسواني. إن شاء الله تكون مباراة ترجع النادي الأهلي تاني مارد لأفريقيا زي ما هو معودنا، وإن شاء الله تكون بداية لاقتناص هذا اللقب المميز جدا عند الجماهير الأهلاوية. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونكمل بقية أخبارنا في الأهلي في كل مكان.
اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن مباراه الاهلي وبطل بتسوانا تاون شيب مهمه جدا جدا، معايا النجم المدير الفني لمنتخب مصر الشباب ونجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ربيع حسين. كابتن ربيع اهلا بيك. كابتن اهلا. كابتن ميد ازيك؟ وحشني جدا والله. وحشني حبيبي دايما متالق وموفق دايما يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن ربيع. طمنا عليك الاول وطمنا على فريقك قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي القادمه ان شاء الله. والله الحمد لله كنت في الاتحاد امبارح عزمت اللي هو صاله الصوره المدير التنفيذي البرنامج بتاعي. تمام. البرنامج ده انا مدومه يا كابتن ميدو من شهر 7 اللي احنا فيه ده لحد 2018 لحد 5/2020. ما شاء الله. البرنامج كله كان متكامل، معسكرات والماتشات والتوقفات والاعياد ورمضان والصيف وكله. وقدمته له قلت له ده اتفضل البرنامج بتاعي. بس المفروض العقد يا كابتن بينفعله من 1/7. وهنشتغل بقى ان شاء الله واجتمع بالجهاز ان شاء الله خلال الوقت قريب، وربنا يوفقنا في المهمه الصعبه دي يا كابتن. ان شاء الله. حضرتك معلش تاني لان الكلام حضرتك ده بتقوله مهمه جدا ونفسنا كله بقى مخطط كده لسنوات. حضرتك قدمت فتره او الفتره او استراتيجيه الكابتن ربيع ياسين مع منتخب الشباب من 1/7/2018 لكام يا كابتن؟ ل 5/2020 لاول ماتش في التصفيات. ل 5/2020. اه طبعا، لان لازم اقدم البرنامج بتاعي وكله بقى متلاحق مع بعض وفي ترابط ما بين 2018 ل 2019 ل 2020. انا هعمل ايه؟ انا بحسب نسب يا كابتن ميدو، نسب في التجمعات، نسب في تجهيز اللعيب، يعني في مجموعه مراحل انا بشتغل في عددها كلها على بعضها، يعني هنوصل لحوالي 19 18 تجمع خلال السنتين يا كابتن ميدو. والله يا كابتن حاجه جميله جدا ونفسنا كله يعني يحزو نفس الحزو ان احنا نخطط لقدام ونبقى عارفين نعمل ايه سنتين ثلاثه، مش لازم نخطط ونبص تحت رجلينا، يعني حاجه جميله جدا واحنا متعودين منك دايما يا كابتن ربيع على الكلام ده بصراحه. الله يخليك. يعني كابتن علينا والله المفضل. انا يعني يا كابتن لو قلت لك، انا عارف طبعا ان البرنامج طويل جدا، لو قلت لك ابرز نقاطه ممكن نقولهم او نعدد منهم نقاط؟ هو كابتن بص، هو طبعا البرنامج يعني مش قدام، انما ان انا عامل ايه؟ اولا تجمعات، خد بالك الحين ماشي بمراحل معينه. انت عشان تجهز ولد النهارده يقدر يجالي القوه والسرعه والمهاره والجوانب الخططيه والاراديه، لازم تجهزه على وجود مراحل. اول حاله انتقاء، بعد كده البنايه ميت، بناء لعيبه بدخل له خد بالك عشان اعمل له قياسات واخرج فيه التحملات والحاجات دي كلها. بعد كده تدخل على فتره ماتشات تتاكد فيها سلبيات وتتاكد فيها ايجابيات، تعالج فيها سلبيات وتتاكد فيها ايجابيات، مرحله مشابهه للبطوله، واخد بالك؟ الولد مش هتولد دولي خالص ولا بالعشوائيه يا كابتن ميدو. في نفس الوقت انا عامل حوالي 19 تجمع، عامل حوالي 26 مباراه افريقيه وحوالي 10 مباريات مبتسبه. كنت اسالك على المباريات الوديه. اه خد بالك المباريات بالمواعيد يا كابتن ميدو، بالايام، خد بالك بالتصنيف، بالمستويات. حضرتك عامل 26 مباراه افريقيه؟ افريقيه و10 محليه ممتاز به. باول مباراه، اول مباراه عاملها مستوى الدرجه الثالثه. مش عامل مباريات اوروبيه يا كابتن ربيع؟ لا انا اميل الافريقيه، لان احنا الاصل بتاعنا افريقيا. تمام يعني. تمام تمام. لا انا قصدي تعرف كمان لاعبتنا او التعب بتاعك من التعب العالمي او من الشكل العالمي. ما هو ده اللي مرحلته يا كابتن. اكيد دي مرحلته. خلي بالك احنا لازم نمشي في مجموعه مراحل لما ربنا يكرمنا وفي نصيب وبتوصل لكاس العالم، بتنوع بقى مستوياتك وتنوع ماتشاتك وتنوع كده يعني. تمام. ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب يا كابتن. انا يعني دايما بتمشي حضرتك حاسب كل حاجه بالورقه والقلم وتخطيط علمي وعملي كمان ان شاء الله. كل التوفيق لك يا كابتن ربيع. يعني نتكلم بقى عن مباراه الاهلي القادمه يوم 17 ان شاء الله، المباراه المهمه جدا واكيد حضرتك عارف اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه تاون شيب البتسوان. اه طب مباراه مهمه جدا مش كلام، ومكسبها مهم جدا. انا من وجهه نظري الحمد ان شاء الله الامور ماشيه كويس، في استقرار، في استجابه، في هدوء، في خبرات موجوده عندنا الحمد لله، في استقرار في مراكز، استقرار فني بنسبه كبيره في المية كبيره. يعني انت عندك استقرار في لعيبه بنسبه 75%، يبقى تلاقي الانسجام والتفاهم وتلاقي الخبرات الفنيه اللي تقدر تشكل بيه وتشتغل بيه مع مدير فني عنده خبرات افريقيه، مدير فني يعني انا متاكد ان شاء الله انه هينجح بنسبه 100%. يا رب. عنده فكر ورائع وموفق، لا مدرب يعني شاطر يا ميدو، خلي بالك يا رب يعني. يا رب. توفيق الله سبحانه وتعالى. فاحنا ما فيش خوف من وجهه نظري، احنا جهاز، احنا خبرات، احنا القوه، ان شاء الله الاهلي عمل فترات كويسه، النجوم بدات ترجع، الحمد لله في حاله كويسه، انا ان شاء الله بتعلم متفائل بنسبه 100% ان افريقيا
هنعوض وهنكسب ونبقى كويسين ان شاء الله. الماتش الجاي ده بدايه التالق وبدايه العوده بمشيئه الله تعالى. يا رب يا كابتن ربيع. اكيد حضرتك طبعا ليك باع طويل في المجال الافريقي وحصلت بطولات كتيره مع النادي الاهلي، بطولات افريقيه كنا لسه بنعرض عرض اهداف وبطولات منذ قليل، مش عارف حضرتك شفتها ولا لا. يعني حضرتك من خبرتك الافريقيه ايه اللي ناقص النادي الاهلي في الفتره الحاليه دلوقتي للدخول يوم 17 بمنتهى القوه والقدوم على احراز هذه البطوله الغاليه جدا للنادي الاهلي؟ بص، حاره المدير الفني مهمه جدا في تجهيز الفريق. تجهيز الفريق فنيا، انت عارف النادي الاهلي انه طول عمره بفضل الله اجهز فريق فنيا، واخد بالك، يواجه الفرق بيكسب بفضل ثم الفنيات، ده مهم جدا. يبقى انا على الجانب البدني والمهاري والخططي والنفسي اجهز فرقتي، وفي نفس الوقت انا اقرا المنافس كويس قوي. ده دور المدير الفني، دوره رقم واحد، توفيق الله سبحانه وتعالى. اللعيبه لها دور كبير جدا، خلي بالك برضه. الحاله بتاع اللعيبه مع الحاله مع المدرب، لما يبقى مدرب ذكي، مدرب شاطر فنيا، بيعرف يبتدي ب 11 لعيب جاهزين، بيعرف يدور المباراه، بيعرف يغير خلال 90 دقيقه، بيعرف يخرج حاجات كتيره جدا فنيه. ده مهم جدا للمدير الفني. وحضرتك متفائل، حضرتك قلت في بدايه كلامك انا متفائل جدا بباتريس كارتيرون. ايوه دي حقيقه، هو الراجل عمل نتائج كويسه في افريقيا واسمه كويس وجينا عمل شغل كويس. تمام. ومع النادي الاهلي يا كابتن ميدو هينجح بشكل كبير، لان المنظومه خلي بالك اي مدير فني خلي بالك بلا مش اقل من 60 70% جاهز، كل الدنيا جاهزه، بيعمل اضافه 100 بيعمل اضافات اكيد ونسب كبيره جدا يا كابتن ميدو. اكيد. الحته الثانيه اللعيب دور يا كابتن في التركيز في الالتزام في الاصرار في الرغبه في الاراده في الفنيات، كل واحد له مجموعه وظائف لازم ينفذها. هو ده انا اعتقد ان دايما اسره النادي الاهلي شعارها هو الحب، هو الجهد، هو الكفاح. انا اعتقد بالاداره الجديده وبالموسم الجديد وبالمدرب الجديد وبالروح الجديده كل الطموح النهارده والتركيز ان شاء الله على كاس العالم، على افريقيا عشان نروح كاس العالم للانديه. يا رب. هو موجود يا كابتن ميدو ان شاء الله، الناس تطمئن وان شاء الله تبقى بدايه مبشره ان شاء الله وحلوه وجميله وفيها كل حاجه ان شاء الله يتعامل. يا رب يا كابتن. انا بطمن الناس من خلالك يا كابتن ربيع، عشان كده بحاول اطول معاك في الاسئله شويه. انت عارف الناس نفسها او جميل الاهلاويه تحديدا كمان نفسها الاهلي يرجع بقوه بسرعه كمان في البطوله الافريقيه وياخدها، عشان كلام حضرتك ان هو يروح لكاس العالم للانديه اللي هو عود الجماهير الاهلاويه ان هو بيروحها. عشان كده بقول لحضرتك، شايف في مراكز ناقصه النادي الاهلي لسه؟ النادي الاهلي مراكز، انا من وجهه نظري البلاي ميكر مهم جدا جدا، لان البلاي ميكر ده كابتن ميدو دوره مهم جدا في ربط المباراه الفرديه خلال 90 دقيقه. اكيد دوره مهم جدا، مش دوره انه كمان يعني دوره انه صانع، دوره انه بيهدف، ان دوره انه بيعمل ترابط، دور بيهدي بيرفع الايقاع، السرعات، حاجات كتيره جدا جدا، الزيادات، الجدي في الثلث الاخير. فادي واحد صانع الالعاب مهم جدا جدا يا كابتن ميدو، بالك. وانا اعتقد بعد كده الحمد لله كل المراكز متوفره، عوده مؤمن، عوده عبد الشيخ، عوده كذا واحد، يعني ما فيش مشكله عندنا في خط الهجوم الامامي. عندنا ثلاثه، عندنا مروان وعندنا محسن وعندنا ازارو، دي كمان بقى موجود اهو مش هيمشي. الباك رايت موجود اكتر من لعيب، الباك ليفت الحمد لله موجود اكتر من لعيب، الديفندر انا متهيألي القلب كمان، مش عارف انا القلب فيه صفقات جديده جت وانا ما جتش. ده مهم جدا يا كابتن ميدو، ان احنا محتاجين مساك ومحتاجين بلاي ميكر. ده متهيألي هو ده تيم النادي الاهلي، انما كلها المراكز الحمد لله فيها استقرار، لعيبه خبرات زي الفل، التجمع ما بين الشباب والخبرات، الامور كلها مستقره الحمد لله. فانا متهيألي دول المركزين اللي ممكن النادي الاهلي يحتاجه معايا يا كابتن. يا رب يا كابتن ربيع، يا رب يعني كل التوفيق لحضرتك مع منتخب الشباب، وان شاء الله تحققوا نتائج ورا اروع كما عودتنا قبل كده، وان شاء الله كل توفيق النادي الاهلي في المباراه القادمه. كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. يعني اعتقد انا بحاول اطمنكم على قد ما بقدر، بجيب لكم نجوم كبيره جدا، نتكلم عن الاهلي، نتكلم عن الاحداث، نتكلم عن التدعيمات، نتكلم عن لعيب النادي الاهلي، نتكلم عن المهاجمين، عن المدافعين، عن خط الوسط. كباتن كبار كابتن ربيع ياسين ياما صال وجال في افريقيا، ياما احرز بطولات وشفتوا الاهداف. يعني بنحاول نطمنكم على قد ما نقدر. هو قال ان احنا الاهلي عايز صانع العاب، هل الاهلي دلوقتي محتاج صانع العاب؟ عندنا احمد حمدي اتقرص ودنه شويه، اكيد احمد حمدي لاعب مهم جدا ولاعب كويس جدا جدا، بدليل ان انديه ايطاليا كانت بتحاول ان هي تاخد احمد حمدي تضمه، اعتقد كان اودونيزي كان عايز احمد حمدي لكن كان تمسك بالنادي الاهلي.
كمان عندنا ممكن هل ممكن مؤمن يقوم بدور صالة العاب وليد سليمان جونيور أجاييه يعني هنشوف الفترة اللي جاية شكل باتريس كالتيرون الفني مع لعيب نادي الأهلي هيظهر ازاي وبأي صورة وهنشوف مين كان أمير هشام لما كان بيجي معايا من كرواتيا في معسكر فريق في المباراة اللي قدام كنت بحاول أسأله دايما مين صنع الألعاب لو تفتكروا الكلام كان يقول لي أصل وليد سليمان بنزل شوية مع جونيور أجاييه بيروح لهم مؤمن فالعملية هو مدورها التلاتة بيقوموا هم اللي يجي في المكان بيلعب دور صانع العاب ولا لا مركزية في المكان ما بيعتمدش على صانع العاب مين من خلف على تحركات التلاتة الاختراق من العمق اعتمد على التسديدات اعتمد على الأطراف اللي هي اللي فوق الباكين يعني حاجات كتير جدا ممكن ان احنا نعتمد عليها مع عدم وجود صانع العاب. طيب معايا المهندس محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المصريه المحترفه. باشمهندس اهلا بيك. ايه ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وحشنا جدا والله العظيم. بشد اطمن عليك دايما نجاحات دايما وموسم سعيد لكم وربنا يوفق النادي الاهلي بقى في المباريات القادمه ان شاء الله ونفرح الجماهير ان شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله. يا رب ربنا يخليك يا باشمهندس يا ربنا يخليك دايما كده بتنورنا في قناه الاهلي ونفسنا كده بقى تيجي تنورنا هنا في الاستوديو نعمل معاك لقاء مميز ان شاء الله. حبيبي يا باشمهندس يعني طمنا بكره عند حضرتك ورشه عمل في الجبلية لبحث الاسلوب. انا بقول لك العنوان بالظبط هو بحث الاسلوب الامثل لعوده الجماهير. نعم يعني كلمني كلمني عن الشكل العام او تصور حضرتك بكره النقاش هيبقى في اي بنود عايز ايه بكره من الاجتماع. حضرتك مفيش يعني افضل من فرصه تاهلنا لكاس العالم ونجاح كاس مصر في الجمهور ان احنا نستثمر التجربة دي ونستثمر مجهود اللي اتبذل قبل كده من الاتحاد المصري لكرة القدم بجد المهندس سالم ابو ريده وعاملين قرارات في ان احنا نرجعه كاس مصر ومجلس الاداره بجمهور ودي بدايه مش عايزين نرجع لها تاني. تمام. عايزين نحطها بقى الدوري يعتبر يختلف عن الكاس ما هوش ثلاث اربع ماتشات ده بنتكلم 34 اسبوع ب 372 مباراه فده موضوع نازل له اليه محترم وده توجيهات الحقيقه اللي احنا بنتكلم في اللقاءين اللي كان بسرعه مع الوزير اشرف صبحي اللي منهنيه على الكداب ان شاء الله خير خلف ان شاء الله خير خلف باذن الله ومجهودات اللي مبذوله هو ومعالي الوزير محمود توفيق اللي بيكمل برضه اللواء محمود توفيق قوه اللواء مجدي عبد الناصر. احنا هدفنا المره دي جديد ان احنا بنعمل بطاقه المشجع، بطاقه المشجع الفان اي دي ده بطاقه دي تجربه نجحت نجاح باهر في روسيا. تمام. كان الناس بيراهنوا عليها وكانوا بيقولوا ان ديت اسلوب معقد وان الناس في الاول في البدايات وهي بتطلع تقطع التذاكر لازم تخش على السيستم عشان تطلع الفان اي دي وبعدين تقطع التذكره فكل ده كان يعني كان واجب صعوبه لكن احنا الحمد لله الاتحاد المصري لكره القدم بدا مجهود كبير جدا مع الشركه المسؤوله عن هذا الموضوع في الاتحاد وعملها تجربه مش ما كملتش قوي لسه في البدايات لكن احنا من الهدف الاسابيع دول ان احنا نجهز قاعده بيانات محترمه 18 نادي دي سهله جدا. احنا فصلنا ما بين بطاقه المشجع والتذكره الاول بندخل قاعده بيانات في انديه كتير ما خلصت زي النادي الاهلي عنده قاعده بيانات جاهزه يبقى في لينك بيننا وبينه. التذاكر لكل نادي اتفقنا ان احنا يبقى عندنا 10% من السعر الامنيه لكل ملعب ودي بدايه والدخول هيبقى لصاحب الملعب فقط. بنسهل على الامن بنريح الامور ودي كانت توجهات برضه ان احنا عايزين نبدا خطوات صح. مش هنبدا خطوات 100% يعني 100% يعني ايه؟ سعي الامنيه الكامله للاستاد وجمهور المتواجدين لما يكون كل الاشتراطات واحنا نقدر نتكلم على اعلى مستوى بطاقه مشجع مش هتخش الا معاك التذكره مع البطاقه بتاعتك. يعني انت معاك البطاقه ما تخش لوحدها ولو معاك تذكره لوحدها واحد تديها مش هتعرف تخش لما تكون انت مسؤول ومعاك كارنيه الاي دي بتاعك. تمام. ده قولا واحدا والكاميرات طبعا على اعلى مستوى في استادات كبيره جدا هيتم فيها ترقيم العدد المتاح المسموح له بالدخول سهل قوي ان احنا نرقم 3000 كرسي او 4000 كرسي مش معهاش مشكله. لكن هيبقى المشكله خاصه بالمواد الالكترونيه الخاصه بالاستادات فيها تبقى مسؤوليه الاستادات واصحابها سواء من القوات المسلحه او من الانديه او من وزاره الشباب والرياضه ودول بداوا فيه يعني مع الوزير في اتكلم على ان القاهره خلاص هيبدا واتباعا بحيث ان الموسم الجاي ان شاء الله او على نهايات الموسم هنكون خدنا قرار جربنا موضوع البطاقات سواء في غاز مصر او في
الدوري، لكن هنبدا بحوالي 70% ان شاء الله. ده ثاني استحقاق اللي احنا اتكلمنا فيه، ده الرؤيه اللي احنا نعرضها على الجهد اللي احنا بنقدمه. يبقى العرض ده مرهون بموافقه الامن، وده هو اصلا كاراده سياسيه لهم رغبه اكيده بعوده. وبرضه عشان دي سماعه حقيقه، ندي كل واحد حقه، نريد حق الله. عمر ما الامن وقف عقبه في هذا الموضوع. احنا كان بيقول لنا دور مهم جدا كان لازم نعمله في الاستفاده الامنيه، رجعنا فيها بعض الخطوات. حتى لما كنا في الاستفاده الامنيه لو تفتكر يوم حدث الاستدلاع الجوي دخلت الجمهور بكامل هيئته، ما كانش عندنا يعني بعض المعوقات عالجناها. مجهود اتبذل من الوزير السابق له حقه، والمهندس والوزير مجدي عبد الغفار وحفيد وزير محمد ابراهيم تعاون الجماهير مع الاستشار محترم رئيس لجنه الانديه الاستشار مرتضى منصور، وعملنا مجهود ورجعنا ودخلنا وعملنا الاليه وعملنا بطاقه المشجع وعملنا الاستماره وعملنا حاجات كتيره جدا. كل دي كانت افكار، كل دي بنجمعها في شكل جديد في الورش العمل اللي هتتعمل بكره، والرؤيه والتوصيات اللي هتطلع ان شاء الله. واحنا عاملين لينك على طول مع الوزاره، يعني اول باول بيوصل لهم كل ورق العمل وورش العمل، وهم متابعينها خطوه بخطوه عشان ان شاء الله قدام القياده السياسيه والرؤيه السياسيه ملف كامل خلال الايام القادمه ان شاء الله يكون محسوم باذن الله. اتمنى نحسن معاه كمان رغبه بورسعيد في تحقيق امنيته ونلعب على ملعبه ويطلع يلعب الناس على ملاعبها كالمعتاد، وماتش الاهلي والاسماعيلي اللي هو في بدايه الدوري رايح جاي، هم دول الحياه. وان شاء الله في اتصالات مع الاخ العزيز الحاج محمد طويل عشان ملعبه لسه لم يحسمه بعد. يبقوا دول المعوقات الاربعه اللي عندنا خلال ثلاث اربع ايام. كمان بيعقف الاخ العزيز الفاضل رئيس لجنه المسابقات تم تجديد الثقه بيه الموسم القادم الموسم الثامن على التوالي الحاج عامر حسين باعداد اللائحه اللي تساعد كنا عملناها واعتمدناها، لكن طبعا ما كانش فيه جمهور فما كانش الناس حاسه بالعقوبات، لكن بنضيف عليها كمان عقوبات شغب الملاعب المخصوص عليها نصا في قانون الرياضه الجديد، واصبحت كده اللائحه مكتمله تم عرضها على الانديه لمندوبين الانديه لنقشتها واعتمادها لاول مره ناخد رايهم. واحنا كلنا اسره واحده، مندوبين ال 18 نادي هيجي كابتن عامر ان شاء الله يناقشهم فيها قبل اعتمادها، بند ونعرفه باقتناع يبقى كل واحد معاه نسخته قبل بدايه الدوري، كمان بناقش فيها، كمان بشارك في اداتها، عامل جلسات استماع لها، شايف ايجابياتها وسلبياتها، شايف الضوابط بتاعتها. لان دائما ما كنت رئيس نادي في الدوري الممتاز كنا بتيجي اللائحه بتاعت العميد وما كناش بنقراها بالظبط. انا بناقشك فيها وبقعدك فيها وباخد رايك فيها ان شاء الله. لما تكتب الجهاز يبدا ان شاء الله موسم 1/8 يكون موسم على قد قلقنا فيها، لكن ده لسه مستعدين. انا شايف ان هيكون ان شاء الله انجح موسم. عاملين كمان يوم الثالث ورش عمل على قد قلقك من ايه يا باشمهندس؟ على قد قلقي من الاستحقاقات اللي موجوده، يعني تتكلم على الاهلي والمصري ربنا يوفقهم، يعتبر بيشتغلوا بروحين بتاعت ارواح، روح البطوله اللي شغاله دلوقتي هتنتهي في شهر 11، والروح الثانيه البطوله هتلحق وراها لاول مره في تاريخ الاتحاد الافريقي من شهر 11 ل 5، ثم البطوله العربيه اللي هتبدا في شهر 7 و8 استحقاقاتها وتصفياتها لو اكتملت في شهر 1. يبقى انت عندك الاهلي داخل باربع ارواح بالظبط، روح البطوله العربيه، روح بطوله الابطال اللي موجوده دلوقتي، بطوله الابطال بتاع الموسم الجديد، ثم الدوري، ثم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاس العالم للقارات لما يتم ان شاء الله يتوفق ويحصل. يبقى عنده خمس ارواح في موسم واحد حتى 2012، استحقاقات قويه جدا للانديه المشتركه الافريقيه والمشتركه العربيه والدوري الممتاز. هي اللخبطه بتيجي من فين يا باشمهندس؟ انا بطولات ما شاء الله كتير جدا، لكن اللخبطه بتيجي من فين؟ هل هي بتيجي من الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد العربي ولا الاتحاد المصري؟ هو صحيح هو بص كل تغيير له ضريبه، يعني هو حقق الحلم بتاعنا طبعا. كنا بنحلم ان الامم الافريقيه تبقى سنه واثنين، سنه امم افريقيا، سنه بطوله اوروبيه، سنه بطوله امم افريقيا بالظبط، سنه كاس العالم بالظبط. هو ده الصح. كنا بنشوف وجهه حضرتك في نفس الموسم شهر واحد والدوري هو متوقف والدنيا متوقفه واللعيبه المفروض تاخد راحه سلبيه، في عمل اصابات كتير جدا متاخد منها الاتحاد الاوروبي في لعيبته المحترفين واصابات شديده جدا، كان بيعمل لو تفتكر البطولات والمجمعات بتاعه بالظبط في شهر واحد. عشان يعمل تصفيات شهر واحد فبيضطر يعمل تصفياته في غير مواعيد الفئتين. فكانت بتعمل مشكله كبيره جدا. ما انا عشان بسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان الجمهور دلوقتي اللي بيسمعنا باشمهندس بيقول طب ما ليه الدوريات الاوروبيه ما بيحصلش فيها المشكله دي؟ صح بالظبط كده. لا اكثر استقرارا المفروض انت حضرتك
اتحاد افريقيا واعرق الاتحادات اللي موجوده، المفروض جميع بطولات مرتبطه بالاتحاد بالظبط، لانه دي توقفات دوليه ومعتمده، الوقت اللي بيتوقف فيه المنتخب المفروض يتوقف فيه النادي بالظبط عشان يبقى توقف واحد، لكن النادي بيتوقف في المجتمعات والاتحاد بتاعه توقف معاه، طبعا دي حيره الزمن. تظبيط المواضيع دي اتظبطت، طولوا المده بتاع التوقف الاجنده الدوليه بدل ما اسبوع بقى اسبوعين، يسمح للعب المنتخبات والانديه. تمام. فالدنيا بدات تظبط. يا رب يا رب. لكن الموسم ده كنا بنتمنى الاتحاد الافريقي ما يعملوش في موسم واحد، يعني يعني يغير السيستم بتاع الانديه في سنه، والسنه اللي بعديها يغير بطوله افريقيا او العكس. هم عملوا في سنه واحده. واحنا في نفس الوقت بقى بعد 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 يعني غياب طويل جدا بتعوضوا بطوله عربيه بجوائز غير مسبوقه يشترك فيها اربع انديه بفرقه واحده، انديه الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي، فطبعا فرحانين طبعا بالاشتراك، لكن عيب جامد جدا اكيد، وعيب على اكيد اكيد، يعني هيبقى في توقفات كتير، عشان كده احنا بنأكد على دوري الرديف اللي هيتعمل اللي هيجمع تطوير المسابقه 97، لانه ده هيساعد جدا جدا على نظام المسابقه اللاعبين اللي هي التوقفات تبقى كثيره جدا، لانه عشان تقدر تحسم الجمهور، ما ينفعش تعرف حضرتك لما يكون النادي بيلعب خارج على ملعبه، وفق الانديه مشكورين ان هم في شهر من شهر واحد يلعبوا في نص الاسبوع في الماتش اللي رايح جاي على ملعبه في التصفيات، وعشان كده زودنا الخمس لاعبين في شهر واحد لجميع الانديه عشان نخدم الاربع انديه المشتركه في المباريات، لكن وهو خارج او تقول طبعا دي هتبقى صعبه جدا، انه هيبقى خطوط الطيران غير منتظمه، مفيش خطوط مباشره زي اوروبا، مش ربط ما بين النوت الاثيوبيه، ممكن تنتهي يوم او يومين تضيع حضرتك طبعا سافرت وعارف سواء مع انبي او مع الاهلي، فهي دي المشكله الازليه اللي موجوده في خطوط الطيران الموجوده، اللي ما بتغطيش الوقت وما نقدرش نلعب كل 72 ساعه زي التصفيات التراث الاوروبيه والامريكيه، فيعني موسم هيبقى صعب، لكن انا هنعمله عاملين اشتياق، عاملين يوم السبت وحضرتك الورشه الاخيره عشان بقى لعيب لاعب المباراه واحسن لاعب في الاسبوع واحسن لاعب ان شاء الله، وهيبقى بعدين تعقيد تحليل الاداء الفني. جميل جميل. ده برضه وعملنا بروتوكول مع كوره ستات هيعملوا البرزنتيشن بتاعهم يوم السبت ان شاء الله، كمان التراخيص الانديه وده نقطه مهمه جدا انا حابب انهي بيها، معلش انا اسف طولت عليك، اللي هو الموضوع الخاص بتراخيص الانديه مع الهجمه الثالثه واللي هي سلاح ذو حدين، استثمار في الرياضه المصريه وشراء الانديه، اذا لم يكن هناك معيار رياضي ومعيار مالي ومعيار قانوني ومعيار بنيه تحتيه ومعيار طبي الخاص بالشمول خاص بتعليمات الاتحاد الدولي وخاصه بالضوابط الخاصه بتراخيص الانديه، ستكون فوضى عارمه، ستكون عدم شفافيه، ستكون فوضى شديده تعصب في وتخلي التكافل فرص الشباب، عشان كده عاملين دلوقتي مهمه جدا جدا في بريك في النص، عشان يا جماعه هي ستفعل التراخيص الانديه والشفافيه في اداره في الاعلان عن الميزانيات الخاصه بكره القدم بغرض تطوير الرياضه المصريه وبغرض تطوير الكره المصريه وبغرض استثمار في الرياضه المصريه وليس تخريب الكره. والله يا باشمهندس كلام جميل جدا جدا، نفسنا نشوفه على الواقع وان شاء الله قادرين ان احنا والله انا بحاول، بص يعني ربنا يعلم، انا والله العظيم الايمان الشديد حبنا للعبه واللي اتخذت من عمرنا 30 اكثر من 30 سنه، يعني تعبان جدا يعني ضد اي عايز اقول لحضرتك احنا عملنا حكومه في الظل، اشتغلنا، دي مش فكره لوحدي، ده فكر ناس محترمه جدا مؤمنين بالقضيه زي كابتن زهير عمار، زي طاهر رافع، شباب محترم خدوا ماجستير وخدوا دبلومات في الفيفا وخدوا دكتوراه بيدرسوا فيهم النهارده في روسيا، بيدرسوا ورس عمل في الفيفا، لكن مش لاقيين المناخ اللي طبقوه جوه الدوري المصري ودول الحرفيه المصريه. لكن يعني كاس العالم وتبعياته ورؤيه، اتمنى ان شاء الله الدفعه اللي احنا واخدينها من الباشمهندس داني ابو ريده، واتمنى كمان ان هو ما يسمحش باي حد يعوقنا بصراحه. يا رب يعني يا رب يساعد، لكن بتبقى خش الجمهور وما ينفعش الرابطه تشتغل من دون الاتحاد والاتحاد والرابطه، لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض، لما بتحصل اي عدم يعني تجانس او توافق ما بين الاثنين في الاخر النتيجه بتبقى عكسيه.
اكيد يا باشمهندس، يعني احنا عايزين نشتغل قوي تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم. اللي يقول بقى دي لجنه انا عايزين نطور، يا عم يقول يا عم اعتبرونا شغالين جوه الاتحاد، نخدم الكوريات الاداره، نخدم الحاجه، نتراجع ونمكن زاد ولا عايزين يبقى منصب ولا عايزين نقول اختصاصات ولا قرارات، احنا اعتبرونا ترس صغير جدا جدا هدفه المصلحه العامه، هدفه ليس وراء مكتب ولا وراء مغنم ولا وراء استفاده شخصيه، حاجه من الحاجات اللي الناس واخده بالها منها وبدات للاسف الشديد تبقى هي اللي بتحرك والباعث لجمهور كتيرة والكره المصريه. هذا هدفها الصالح العام، ان شاء الله هيبقى في البلد ده الخير، وهيبقى في البلد ده اللي هو مؤمن بالصالح العام ومؤمن بان ما يتاخدش هواه، هو اللي بيوجهه ده يؤمن بانه في رساله وفي امانه، يعني ربنا هيحاسبنا عليها، ونتمنى التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه للدوري موسم محترم ان شاء الله. والله يا باشمهندس كلام جميل جدا جدا وكلام محترم جدا، وانا متعود مع يعني من حضرتك هذا الكلام، وان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه واللي احنا عايزينه والجماهير المصريه عايزاه باذن الله. باشمهندس محمود الشامي شكرا جدا للمداخله اللي فصلت فيها حاجات كتير جدا جدا، كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم باذن الله، كل التوفيق للكره المصريه. اعتقد ان هو اتكلم في كل حاجه نتخيلها حتى ما تتكلم، وبيقول اسئله وبيجاوب عليها حاجه جميله جدا. ان شاء الله نفسنا نشوف الكره المصريه، ونفسنا نشوف الاتحاد المصري من احسن الاتحادات في العالم كله. يعني انا سالته سؤال ليه الجماهير بتتساءل ليه الدوري بتاعنا مش زي الدوريات اللي بره، ليه توقفات واتحاد افريقي مش عارف ايه واتحاد عربي مش عارف ايه، والدنيا بره ماشيه ما فيش حاجه، اجندات محطوطه لكمان 3 4 سنين، كل واحد عارف هيعمل ايه، المباريات مواعيدها محدده، الايقافات مواعيدها محدده، كل حاجه معروفه. طب احنا ليه؟ فهو اتكلم عن الاتحاد الافريقي شويه، مش عارف اصل الاتحاد العربي عايز بطوله مش عارف ايه، انديه بتلعب كذا كذا بطوله، لكن في الاول وفي الاخر ان شاء الله يبقى دوري مميز ودوري منظم. احنا بنقول كده كل سنه، بس ان شاء الله نشوف الاحسن يعني. طيب معايا برضو، خلينا في مباراه الاهلي وبطل بتسوانا اللي جايه تاون شيب، معايا الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الاستاذ محمد القصص. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بك كابتن ميدو، وتحياتي ليك ولكل مشاهدتك من في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. يعني كان معايا كابتن ربيع ياسين من شويه، كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وتاون شيب اللي جايه، برضو عايز وجهه نظرك الصحفيه في هذه المباراه. يعني يمكن انا يعني قبل ما نخش في السؤال ده عايز اعلق على المداخله الجميله بتاعت المهندس محمود الشامي الحقيقه، وخصوصا نقطه محدده لفتت نظري، وهو الاستثمار الرياضه والاستثمار في كره القدم او ما نشاهده الان في عمليه بيع وشراء اللاعبين في الساحه الرياضيه المصريه. الحقيقه الباشمهندس يعني قال كلام مهم جدا وحط نقاط مهمه جدا، وبوصفه رئيس لجنه الانديه المحترفه لابد ان يكون ليه تدخل، لابد ان يتحدث، لابد ان يصدر، ولابد ان تكون هناك قواعد وضوابط في الاستثمار الرياضي لا يترك على عواهنه بهذا الشكل فيدمر الكره المصريه. مطلوب ان تكون الامور واضحه بشكل افضل، تكون اللوائح واضحه بشكل افضل لمن يستثمر، لمن يدخل، لمن تكون الميزانيات واضحه معروفه، يكون هدف الاستثمار ده ايه. يعني انا شايف ان في ربما نشهد حاله من الفوضى في السوق انتقالات اللاعبين في الكره المصريه. مطلوب امور واضحه، امور محدده، مطلوب قواعد، مطلوب دليل واضح، مطلوب مصابيح تهتدي بها الانديه المصريه وتضع طرق، تضع عليها خطاها، تضع عليها اقدامها. لابد ان يكون هذا واضحا كما يحدث في كل دوريات العالم، يكون هناك نوع من الشفافيه، نوع من الوضوح، وليس الامور تسير بهذا الشكل. فان سارت بهذا الشكل هناك تخريب للكره المصريه، سنجني خرابا اكثر مما نحن عليه الان. مطلوب وضوح، مطلوب لوائح، مطلوب نظم، حتى تكون الرياضه في مصر بشكل عام نظيفه، وتكون كره القدم بشكل خاص تنظف، لان كره القدم هي الاكثر اهتماما من الجماهير المصريه، الكره الشعبيه الاولى، الكره او اللعبه التي تتحكم في مزاج الشعب المصري، التي تسعده والتي تفرحه والتي تتنكر عليه في نفس الوقت. كل ده لابد ان يكون له ضوابط، على اتحاد الكره ان يتحرك طبقا للقوانين اللي موجوده، طبقا لقانون الرياضه الجديد اللي هو مكسب من مكاسب الرياضه المصريه، يحط ضوابط واضحه وضوابط محدده في هذا المجال حمايه للكره المصريه بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام، ولا تتحول الى مجال لاستثمارات غير واضحه وغير معلومه. اكيد ده كان غير أكيد. كلام طبعا كتير قالوا، واعتقد ان النقطه المهم اللي الكل بيتحدث فيها الان، والاتحاد الكبير عامل فيها ورشه عمل جديده قادمه، عوده الجماهير، وده ملف مهم جدا، ملف كلنا لابد ان
يعني ندفع في اتجاهه ملف لابد ان نتحدث فيه، ملف لابد ان نطالب به، ولا سيما انه مجلس اداره النادي الاهلي تحديدا يعني يتبنى هذا الملف بشكل واضح من خلال لجنه الجماهير الموجوده لديه ونظم تحديث المباريات، او من خلال الزياره التي قام بها الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه الجديد، وتحدث الكابتن خطيب ومجلسه مع معالي الوزير في هذا الشان بضروره عوده الجماهير، لانه لا كره قدم بدون جمهور ولن نشاهد كره قدم قويه وفيها منافسات قويه بدون جمهور. يعني الجمهور مهم جدا، مهم جدا وعنصر في غايه الاهميه اذا ما وضعت له ضوابطه، ولا سمع المهندس محمود شامي طالب بتفعيل لائحه الشغب الموجوده في القانون الجديد حتى يكون هناك التزامات ويكون هناك ضوابط ويكون هناك دور فعل للجمهور في الاخذ بيد الكره المصريه. لو يعني بصيت للعالم كله دلوقتي شفنا في كاس العالم الناس قاعده جنب بعضيها ومفيش حد يقدر يخرج عن بالظبط اللوائح الموجوده، محدش يقدر يخرج عن النظم، مفيش حد كسر مقعد، مفيش حد رمى ازازه، مفيش حد عمل شامروخ، مفيش حد يعني خرج عن النص على الاطلاق، كله بيستمتع. دعونا نستمتع بكره القدم، نريد عوده جمهورنا باي شكل من الاشكال بكل الضوابط التي تريدونها بكل القواعد الموجوده في كل انحاء العالم. يعني فدول نقطتين من اهم النقاط يعني حبيت اعرج عليهما حتى تتضح الامور بشكل كبير. يعني انا بشكرك على التوضيح ده يا استاذ محمد بصراحه، يعني توضيح مهم، واكيد المسؤولين عارفين كل حاجه، يعني اعتقد المسؤولين عارفين كل حاجه وحاطين ايديهم على كل النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها من غير ما يعني من غير ما نخوض في تفاصيل. يعني لا طبعا، و و و و و و و يعني لابد ان نتحرك وتكون تحركاتنا ايجابيه وواضحه وهدفها خدمه الصالح العام للكره في مصر. أكيد يعني أكيد. احنا مش هنقعد كل هذه السنوات طبعا، يعني احنا يعني جرحنا جرحا كبيرا وعظيما وتعرضنا لمصاب كبير جدا في جماهير النادي الاهلي 72 مشجع راحوا ضحيه الغياب الانضباط وغياب النظم وغياب اللوائح وغياب القوانين وغياب العقوبات. اعتقد ان القانون الرياضي الجديد حمل داخله الكثير من العقوبات التي تحد، ويمكن كان بادره طيبه من كل الجماهير، الروابط الالتراس والناس كل رابط حلت وسلمت الرايه بشكل شكل من اجل مصلحه هذا البلد، فعلينا ان نستثمر هذا ونستغله وندخل بقوه وعمق في محاربه ظاهره غياب الجماهير عن المدرجات. يعني لابد ان كل الجهات تتكاتف وتقدم حلول واضحه وحلول فيها ابداع وحلول فيها افكار لكي يحظى هذا الجمهور وهو امن على حياته. يعني وان شاء الله هذه الخطوه مصر تنجزها بدرجه كبيره جدا كما انجزتها انجلترا من قبل. نحن لسنا اول دوله في العالم تتعرض لمحنه الجماهير، سبق وان انجلترا كان فيها ابشع جمهور في العالم، ونجحت رئيسه وزراء انجلترا مارجريت تاتشر حتى لما سالوها بعد ما خلصت ايه اعظم انجاز اللي انت عملتيه في حياتك؟ قالت حرب فوكلاند ولا قالت الاقتصاد والنمو الاقتصادي ولا السياسي؟ قالت الانضباط الجماهيري في المدرجات وعوده الجماهير للمدرجات والتخلص من المشاغبين والمقاتلين وايقاف حمامات الدم اللي كانت في المدرجات. لانه بدي صوره او بدي انعكاس على الشارع المصري كله يا استاذ محمد. بالظبط يعني فان شاء الله يعني باذن الله نتمكن من الوصول الى حل جذري لهذه المشكله وتعود مصر قويه، لا سيما ان الرياضه من القوى الناعمه اللي الدول بتستغلها وتستثمرها بشكل كبير جدا. كلام محترم. يعني شايفين يعني البرازيل ما يعني البرازيل هي دولة محترمة ولها اقتصاد محترم ولها سياسة محترمة ومن الدول الناهضة النامية المتطورة بشكل كبير جدا. يعني لكن احنا من اين نعرف البرازيل؟ اين قوة البرازيل؟ قوة البرازيل في كرة القدم. الارجنتين بتشوف حاجات عظيمة جدا، قد ايه لاعبي كرة القدم الكبار الاعظم في العالم مؤثرين، قد ايه شايفين نجمنا محمد صلاح ليه قدر وليه تأثيره، كل تحرك ليه مرصود موجود، فدي قوة بتحسب للدول، لابد ان نستثمر ده ونستغل ده ونصلح من حال كرة القدم في مصر ان شاء الله. اكيد يا استاذ محمد، يعني كلام مهم جدا وكلام محترم من حضرتك جدا وتفصيل ولا اروع من كده. انا عايز بس في دقيقة يعني حضرتك تقول لي رأيك في مباراة الاهلي وتاون شيب القادمة ان شاء الله. يعني هذه المباراة لا تحتمل القسم على اثنين، مباراة يوم 17 يوليو، مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي، مباراة فاصلة، مباراة مفصلية، الاهلي هيلعب معهم يوم 17 ويوم 28 العودة معه مباشرة، إذا نحن أمامنا 6 نقاط، الأهلي لم يحصل إلا على نقطة واحدة من أول ماتشين، مطلوب هذه النقاط الستة من تاون شيب، والبداية إن شاء الله ستكون من هنا من مصر بإذن الله، فمباراة مهمة جدا للنادي الأهلي كي يكمل المشوار وكي يستمر مسيرته، وشفنا معسكر النادي الأهلي كله كان من أجل هذه المباراة، سواء المعسكر الذي بدأ في برج العرب ثم انتقل إلى المنطقة الهادئة بين كرواتيا وسلفانيا ولعب الأهلي خلال ماتشين كان آخرهم
مع الفريق الروسي الاهلي فاز بيه بخمسه اهداف. اعتقد ان ميسو كارتيرون وضع يديه بقوه على نقاط القوه ونقاط الضعف داخل النادي الاهلي، وضع يديه على التشكيله اللي ممكن يلعب بيها، ولسه في ماتش ودي يوم 12 هيلعبوا النادي الاهلي. شيء مهم جدا الاهلي يفوز بالمباراه، واحنا واثقين في قدرات لاعبي الاهلي اللي استعدوا بشكل جيد، وهم يعرفون مسؤولياتهم ويعرفون رغبه جمهورهم في هذه المباراه. لو ربنا ان شاء الله يكرم الاهلي ويفوز بهذه النقاط السته، جاي لنا الفريق الاخر فان شاء الله ادي ثلاث نقاط، وبعد كده يبقى ماتش الترجي خارج القاهره هو الماتش الحاسم على قمه المجموعه. انا عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي على تجاوز هذه المرحله الصعبه باذن الله خلال الاهلي وبتسوانا. نروح لفاصل ونرجع نشوف مع بعض الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اتكلمنا اعتقد في كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، وايضا في كل الجديد في اتحاد الكره وما يحدث في اتحاد الكره من ملف عوده الجماهير، واتكلمنا كمان عن ورشه العمل اللي في الجبلية اللي هتقام بكره باذن الله. نامل ان الجماهير ترجع بشكل اكبر وبشكل اوسع من دلوقتي، وكمان نامل من الجهات المختصه بعوده الجماهير انها تزود عدد جماهير النادي الاهلي في اللقاء الهام جدا المقبل لأهلي وبطل بتسوانا تاون شيب. طيب هنطلع نشوف تقرير عن نجمنا النهاردة، النجم الجميل كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي النجم أمير عبد الحميد. هنطلع نشوف تقرير ونستقبل ضيفنا الكريم. أمير عبد الحميد واحد من نجوم حراسة المرمى في الأهلي والدوري المصري. ولد أمير في 24 من إبريل عام 1979، قضى معظم فتراته بالقلعة الحمراء، تدرج في كل المستويات، لكنه ظل أسيرا لدكة البدلاء لفترة طويلة حتى رحل عصام الحضري إلى سيون السويسري، وقتها حصل على فرصته وقاد الأهلي لدور الأبطال الإفريقي في نفس العام على حساب القطن الكاميروني. تنقل أمير عبد الحميد بين عدد من الأندية بعد رحيله عن الأهلي، منها المصري وسموحة ووادي دجلة، حتى أعلن اعتزاله رسميا ليختاره خالد بيبو مديرا لأكاديميات الأهلي بالشيخ زايد، النسخة الثانية من أيوب الكرة المصرية. ضيف على الأهلي في كل مكان. كابتن أمير عبد الحميد ابن من أبناء النادي الأهلي وناشئين النادي الأهلي، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. قول لي كان رايك في اداؤه ايه الفتره اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي، وما كمان طلع بره النادي الاهلي، كان ليه تاثير كبير وكان مميز جدا. طبعا كان ليه تاثير كبير، وكابتن يعني حصد بطولات كتير مع النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق. وامير عبد الحميد طول عمره اخلاق، يعني من اول ما لعب في النادي الاهلي لغايه لما برده طلع اي الفرق اللي هو راح ثاني، هو انسان محترم. يعني فعلا مصر مش هجيب واحد حارس مرمى زي امير عبد الحميد، ما عملش مشاكل مع النادي الاهلي، وطول عمره يعني لعيب ما مش بتاع مشاكل. كابتن امير كان نجم من نجوم النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي غني عن التعريف بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط كلها. الاهلي كبير عامل زي النيل بيصرف دمنا، والاهلي هو البطل طول عمره هيفضل البطل. وطبعا انا استاذنك في حاجه، المنتخب بتاعنا مش وحش، وباذن الله الايام الجايه هتكون جميله. اقول له نشكر الكابتن امير عبد الحميد على وجوده الفتره اللي اداها في النادي الاهلي، كان فتره على اعلى خلق، ما شفناش منه اي كلمه او اي تسريب خرج عن النادي الاهلي باسلوب غير لائق، ودي هي اللي تعودنا منها من ابنائنا، سواء موجودين او سواء خرجوا بره النادي الاهلي ولعبوا في اي نادي اخر، فهم روحهم الاولويه للنادي الاهلي حتى لو خانهم سوء الحظ
وما كانش موجود مع النادي الاهلي، فهو حارس كبير مهما كان امير عبد الحميد، وله اسم في الكوره وله اسم في النادي الاهلي، وبنديله التحيه والشكر والتقدير على البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي وعلى اخلاقه الرياضيه اللي في النادي الاهلي، وان هو يكون حارس مرمى كبير برضك، وفي الاول وفي الاخر ان هو على اعلى خلق. وأداؤه كان ممتاز جدا، وكان معاه نخبه من اللعيبه ممتازه جدا، وكان في يعني احلى ما فيهم كمان الباكات كان ممتاز، يعني كانوا بيصدوا عنه حاجات اكتر، لكن هو امير ممتاز واخلاقه عاليه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي في كل مكان. نورني وشرفني النجم الاهلاوي الجميل نجم الاهلي الكابتن امير عبد الحميد، نور الدنيا يا نجم. حبيبي يا كابتن، والله انا مبسوط جدا انا معاك النهارده، وبشكرك وبشكر كل اسره البرنامج طبعا على الكلام الحلو الجميل ده. انت جاي متاخر ليه بقى حضرتك؟ عايز اقول لك ان انا بقالي من ساعه مسكت في الاكاديميه وانا مش شايف، يعني انا وكابتن خالد بيه بصراحه يعني عاملين مجهود كبير جدا، ولسه جاي حالا مخلص من الاكاديميه، ممكن حتى لبست كده في النادي، فبعتذر لحضرتك وبعتذر للمشاهدين طبعا. انت يعني انت حبيبي، لكن الناس اللي مستنياك بقى لها نص ساعه بس، خلاص يعني طالما هو الموضوع في الاهلي ماشي. يعني امير عبد الحميد فوجئنا ان هو بطل كوره. قول لي بقى. ما هي الفكره يا كابتن ان انا واخد القرار من حوالي 3 اسابيع. تمام. كان الكابتن خالد بيبو في يوم من الايام. كام سنه دلوقتي يا امير؟ 39. تمام. ما احنا ما شاء الله يعني. ما شاء الله يعني. خلاص بقى كبرنا بقى. طيب ماشي. يمكن انا كنت قابلت كابتن خالد بيبو من فتره وكان بيسالني ايه الاخبار وبتاع، فقلت له لسه مكمل وكده، فقال لي لا اوعى تبطل كوره ومش عارف ايه وكده، لكن هو طبعا عشان لعب كوره وتعرض لظروف معينه، فهو قال لي بص لو انت هتتعرض لظروف معينه لا انا شايف ان انت تبطل دلوقتي. لما هو مسك طبعا اكاديميه النادي الاهلي اتكلم معايا وقال لي امير انا شايف ان انت تدخل جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي كل الرموز الموجوده جوه النادي الاهلي بيحبوك، والناس في الاداره بتحبك، المسؤول في الاداره بيحبوك، فانا شايف ان انت تدخل جوه النادي. فقلت له تحت امر النادي في اي وقت. فانا طبعا بشكر اولا الكابتن محمود الخطيب يعني طبعا على ان هو كان عنده ثقه فيا كبيره جدا، من خلال كابتن خالد بيبو وكابتن علاء عبد الصادق وحسام غالي وكابتن زيزو، كل المسؤولين في النادي الاهلي بصراحه كان عندهم ثقه فيا، فبشكرهم جدا. لقيت كابتن خالد بيكلمني وقال لي امير انا محتاجينك في النادي، الحمد لله الدنيا مشيت، لكن القرار ما كانش يدفع رسمي من كابتن محمود الخطيب، لان هو طبعا كان مشغول بشكل كبير جدا، عشان كده ما كنتش اعلنت. لما خدت الموافقه رحت اعلنت، عشان كده ناس اتصدمت او طبعا. فجاه قالوا ايه ده امير ازاي اعتزل. لكن هو القرار كان محسوم، لان انت حضرتك عارف وحضرتك اكيد كنت نجم كبير وعارف ان الفترات الاخيره في لعيب الكوره حسيت ان الليفل بينزل بيك، يعني بتلاقي عدم تقدير، بتلاقي الموضوع ملوش كوره بالفنيات خالص، واكيد حضرتك عارف الموضوع ده. بص، بعد النادي الاهلي ونادي الزمالك كل الانديه الكبيره دي خصوصا النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا معروف بالنظام والالتزام، معروف ان كل واحد بيشتغل، كل واحد عارف شغله جوه النادي الاهلي، منظومه كبيره جدا، وانا فخور جدا ان انا من ضمن المنظومه اللي جوه النادي الاهلي. فاللعيب النادي الاهلي لو مش عنده هدف هيعاني في حاجات كتيره جدا في الانديه اللي لعب فيها، هيموت مش هيعاني. انا الحمد لله هيموت مش هيعاني. فيمكن انا الحمد لله لعبت في انديه كبيره زي المصري والدجله وسموحه والانتاج والداخليه، يعني انديه الحمد لله كنت فخور جدا ان انا اديت بشكل كويس وعملت يعني مستويات كويسه من خلال الانديه دي، لكن عانيت طبعا في بعض الانديه دي، ولان انت تعودت على حاجات كتير جدا في النادي الاهلي مش هتلاقيها هناك. فيمكن انا الواحد ايه عشان عنده هدف ان انا اقدم موسم كويس او ان انا افيد الفريق اللي انا هلعب معاه، فطبعا انت هتعاني، فمضطر ان انت تتغاضى عن حاجات كتير جدا. لكن الفتره الاخيره انت عارف بتقابل مدربين، في مدربين محترمين جدا، في مدربين بيبقى عندهم مشاكل شويه، الموضوع ما بيبقاش فني خالص، بيبقى الموضوع ان هو بتحس بيبقى فيه حساسيات، انا ما اعرفش ليه. يعني انا مش عارف ليه بجد بعض المدربين بتلاقي فيه حساسيه كبيره جدا بينه وبين اللاعب، وخصوصا لما يكون ليه اسم او ليه تاريخ، بيبقى فيه مشاكل، بتبقى فيه مشكله كبيره. اكيد انت حضرتك تعرضت للمواقف دي، واي حد
وخصوصا لاعب النادي الاهلي. لاعب النادي الاهلي لما بيروح اي اماكن الناس بتبص له بصه معينه فبالتالي المقارنه بتخليك يعني تحت ضغط جامد جدا. بتلاقي المسؤولين لو انت ماشي بمستوى كويس تلاقي مستني لك خطا عشان يقعدك. بتبقى فيها حاجات تانية خالص غير الـ غير الـ الفنيات. فده اللي حسيته الفتره الاخيره. يمكن انا كان عندي عروض وكنت فعلا مكمل واقدر اكمل سنتين ثلاثه الحمد لله. لكن الخطوه اللي انا خدتها دي كده كده انا هاخدها يعني سواء النهارده بكره بعد سنه سنتين. فضلت تاخدها بشكل احسن وكمان تستفاد بخبرات وخصوصا من خلال النادي الاهلي. يعني انا بصراحه لما عرض عليا في النادي الاهلي كابتن خالد بيبو انا ما اتاخرتش طبعا وده بيتي وانا كنت عارف ان انا في يوم من الايام هرجع النادي الاهلي. يمكن كان في ناس كتير جدا من الجماهير بتقول لي يا ريت ترجع النادي الاهلي ان انا العب. فطبعا الموقف بيبقى صعب جدا ان انا هلعب لان خلاص انت السن ظروف معينه انت عندك حراس مرمى زي شريف وشناوي وعلي يعني وكان احمد عادل عبد المنعم موجود. فانا بتكلم على ان انت ما عندكش مشكله في الحته دي وانا عارف ان انا هرجع النادي الاهلي ده بيتي وانا يعني ما اقدرش اتاخر في حاجه زي كده. يمكن انا حتى كمان الحمد لله وانا رايح النادي الاهلي مش حاسس ان انا رايح اشتغل جوه النادي الاهلي. لا انا رايح بيتي فعلا. يمكن انا حابب الموضوع الحمد لله. موضوع فيه تعب شويه. احنا عاملين شغل جامد جدا جدا في اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد انا وكابتن خالد بيبو عاملين مجهود كبير جدا. هو من خلال طبعا مجهود ان هو مجبر انه يروح الاكاديميات الثانيه في مدينه نصر وفي القطاميه وفي الفروع الثانيه. لكن انا مسؤول عن فرع الشيخ زايد فالموضوع فيه تعب لكن تعب وانت مبسوط عارف رايح 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 حاجه وانت مبسوط بيتك. يمكن انا النهارده في حاجات بتعملها جوه النادي الاهلي انا بعمل اكني في بيتي بالظبط. يعني انا رايح بنفسي وبشتغل بنفسي لو في دهانات معينه في حاجات بنزل بنفسي جميل. فالواحد بيبقى مبسوط جدا قلبك بالظبط. دي حقيقة. ومش في الاكاديميه بس خد بالك انا لما من اول ما بدخل باب النادي اي حاجه جوه النادي الاهلي الواحد بيبقى حاسس ان هو في بيته. فبالتالي انت لو شايف حاجه غلط في اي مكان مش لازم الاكاديميه طبيعي تبقى قلبك عليه بالظبط. فدي مهمه جدا بالزبط. ان انت تكون شغال جوه بيتك وتكون انت من ابن ابناء النادي الاهلي اعتقد الموضوع بيختلف. يعني دي حاجه جميله جدا. يعني انا عايز اقول لكم هتكلم عقب على كلام امير الاول في جزئيه الاكاديميات. بصراحه النادي الاهلي عمل حاجه جميله جدا اختار شباب تدير الاكاديميات. خالد بيبو وامير عبد الحميد كان المفروض يجي معاكم رضا شحاته لكن رضا شحاته استاكوزا واحمد حسن استاكوزا لكن رضا شحاته واحمد حسن استاكوزا بصراحه صوره مشرفه النادي الاهلي في وادي عاملين حاجات ولا اروع. اول ما قالوا ان احنا رايحين النادي الاهلي مش عايز اقول لك انا كنت شاهد عيان يعني طبعا. دجله تمسكوا بيهم بايديهم وسنهم ودجله من الانديه المحترمه جدا بصراحه اللي بتعرف تقيم برده الناس اللي شغاله. بس طبعا رضا يعني كان على قلبه. لكن مجموعه شباب كويسه جدا طبعا مش فاكر بقيه النجوم اللي معاكم لكن حاجه جميله جدا وحاجه مبشره ان يبقى في اكاديميه زيها زي قطاع الناشئين بالظبط وهتفرغ كمان. مفيش فرق يا كابتن ميدو مفيش فرق فعلا. احنا عندنا لعيبه كويسه جدا واحنا اصلا داخلين بنبذل مجهود كبير جدا عشان نطلع كمان للقطاع من خلال الاكاديميه. وعايز اقول لك حضرتك على حاجه يمكن الميزه كمان والحاجه الحلوه جدا جوه النادي الاهلي الفتره دي ان كل كوادر النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي هم الموجودين. يعني انت لو بصيت في القطاع هتلاقي كابتن هاني رمزي هتلاقي الكابتن فتحي مبروك هتلاقي اينو دخل في الموضوع بتلاقي ولاد النادي داخلين. هي دي الغلطه الوحيده اينو. فانت يعني دي حاجه كويسه جدا لان انت بتعمل كوادر جديده بتعمل شباب. فدي اعتقد ان في فكر جديد في تطور جديد وده يمكن الحمد لله الحمد لله. طبعا انا كنت بشكر طبعا الكابتن ابراهيم عبد الصمد وكل المسؤولين الكابتن حماده مرزوق اللي كانوا مسؤولين في اكاديميه الشيخ زايد قبلي. واحنا بنكمل النجاح ده وبنكمل الشغل ده. عايز اقول لحضرتك ان الناس كمان مبسوطه جدا جدا بالموضوع وحتى الاعضاء في النادي الاهلي الملعب مختلف الشكل مختلف أكيد. فالناس بقت مبسوطه ان دي واجهه برده جوه النادي الاهلي في نفس الوقت. يعني الحمد لله كل الناس حتى القدام اللي كانوا مشتركين قبل كده قال لك ان في تغيير كبير جدا وفي التزام وفي انضباط. فالحمد لله يعني اتمنى ان شاء الله المجهود ده كمان يستمر يبقى فيه توفيق ان شاء الله ونطلع حاجه للقطاع ان شاء الله. اكيد يعني عايز اعلق على نقطه اثرها امير برضو موضوع السن. موضوع السن قد ايه اللاعب في مصر بيعاني اول ما سنه بيبدا يكبر اول ما تبدا مثلا تعدي ال 32 33 بتبدا تحارب نفسك انت عشان تثبت للمدرب بتاعك سواء بقى لعيب كوره او مدرب حراس تثبت له ان انت لسه فت فتعمل مجهود ضعف مع ان المفروض طبيعي جدا طول ما انت شايفني ان انا واقف او حارس مرمى او لعيب كوره بعمل اللي عليا. لا انت لازم بقى تقول لا يا جماعه ده انا سني مش كابتن انت ملوش علاقه تموت في نفسك وتدوس في نفسك وتحارب انت حضرتك زي ابرز مثال حسام لا حضرتك كمان لحد سن كام
كنت بتلعب كوره. انا 39 شويه وكنت قادر تلعب، لان احنا يعني انا من الناس اللي كان شرف ليا ان العب مع حضرتك بجد والله. يعني انا كمان حضرتك من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا سواء في بطوله اسيوط او في الاتحاد، يعني كنت مميز بيتي والاهلي لحد سن لحد السن انت بتتكلم في 40 سنه كنت قادر انك تلعب على فكره. انا الحمد لله كنت هداف فرقتي، لكن المشكله بقى عارف ايه؟ المشكله مش في النيه خالص. يعني لو واحد ده اللي بتكلم فيه ان انت بتعاني من حاجات كتيره جدا لو انت حضرتك مش يعني هتعمل فيها ايه غصب عنك انت، وخصوصا ان انت لما يكون في مدير فني هو اللي بيقودك وهو اللي بيقعدك وبيلاعبك، فمش هتعرف تتكلم بالظبط، وخصوصا ان انت بتبقى متربي تربيه معينه وانت راجل محترف عارف يعني ايه مدرب يقعدك، كل اللي ليك ان انت تجتهد، فانت بتعاني في ده. انت ازاي تبقى عندك 25 بطوله وبتلعب في النادي الاهلي ومش عارف راكب ايه وشكلك عامل ازاي بالظبط، وانا مدربك وبتخش في حاجات كتير اكيد انت فاهم طبعا مشاكل كتير. الموضوع مش فني خالص يعني مشاكل كتير. يعني خليني اكلمك على الاكاديميه يا امير. الاول اسالك سؤال، انت حسيت ان انت عملت اللي انت عايزه في الكوره؟ في الكوره يعني انت لما خدت قرار ان انا ابطل خلاص حسيت مبسوط؟ مبسوط اه طبعا، ولا حسيت ان انا كان يعني مش عايز استنى شويه عايز اسال لا عايز اسهل المعنى يعني خدت حقي انا اتظلمت كان نفسي ابقى احسن من كده كان نفسي ابطل انا احسن من كده انا اتظلمت شويه يعني فكرت في ايه واخد القرار وانت خلاص يعني ولا كان نفسك يبقى في حاجات احسن من كده في حياه امير عبد الحميد تحديدا؟ بص يا كابتن، ان كان الحمد لله الفتره اللي لعبت فيها زي ما قلت في النادي الاهلي خدت بطولات كتير الحمد لله في النادي الاهلي، ومن وانا صغير عندي 9 سنين كل سن بلعب فيه الحمد لله باخد بطوله 9 سنين 10 سنين 11 سنه منتخبات الناشئين منتخب اولمبي منتخب مصر لحد الفريق الاول. يمكن انا واخد بطوله وانا عندي 16 سنه بطوله عربيه كنت مع النادي الاهلي كنت صغير فالحمد لله شبعت بطولات من خلال النادي الاهلي مع المصري الحمد لله رحت منتخب. خليني اقف عند الحته دي يعني خلينا نقول مش هقول كواليس هقول حته كده كان يعني بيني وبين امير اللي احنا بنتمرن في النادي الاهلي في عز ما انت كنت تاخد بطولات لما انا جيت النادي الاهلي كان الحضري وامير كان مين معانا تاني؟ كان معانا الشناوي كان احمد عادل معانا احمد عادل وكان الشناوي صغير لكن كان الحضري امير وبعد كده الشناوي واحمد عادل ده الترتيب متهيألي صح. فكان امير دايما متضايق يا ابني مالك الدنيا جميله وبطولات لا عايز العب فما تاخدنيش في حته البطولات انا بكلمك على امير اللي جواك بقى دلوقتي احنا خلصنا كوره بتكلم بقى على احساس اللعيب ان هو بيلعب في النادي الاهلي نفسه يلعب اخرج من النادي الاهلي عشان العب هسيب كل البطولات دي مع ان ممكن اقعد وزي الفل واخد بطولات واسمي موجود واي حد يتمنى يعمل معايا انترفيو واي حد يتمنى يتصور معايا لعيب نادي الاهلي ما شاء الله يعني انت عارف نادي الاهلي ونجومه اروح اي نادي تاني ان شاء الله درجه تانية بس عشان العب احساس اللاعب هي معادله صعبه معادله صعبه في ايه انت في النادي الاهلي بتاخد بطولات متعود انك تاخد بطولات اكيد وانت ذاتك عايز تلعب بالظبط فانت لو لعبت وخدت بطولات من خلال النادي الاهلي دي حاجه كويسه جدا بالظبط هتبص بقى للهدف الاكبر منتخب وبعد كده تحترف والحاجات دي يمكن انا الفتره اللي انا كنت اول ما طلعت فيها في الفريق الاول كان حظي ان الحضري كان طبعا كان سنه صغير واحسن حارس في افريقيا وكان الحضري اسم كبير ونجم كبير فطبيعي ان انت كنت صغير فانا قعدت فتره يعني اول ما صعدت في الفريق الاول كان الفكره يا كابتن ان انت كان بيجي لي عروض ما انت كل سنه بيجي لك عروض طبعا. طبعا. فانا لا قلت لا لسه طالع صغير وقاعد الحضري وفي النادي الاهلي فطبيعي ان انا ايه لا اصبر شويه بالظبط وكان عندي كمان يعني كابتن شوبير كان قبلي في تجربه قبلي بالزبط. قعد فتره كبيره جدا بالزبط. فقلت استنى يمكن اشوف حظي برضو ان انا استنى واجتهد والعب انا لعبت يعني لعبت فترات كبيره جدا بس متباعده شويه وانا في النادي الاهلي مع الحضري سواء كاس مصر او ان انا شارك في بعض الماتشات في نهايه الدوري لعبت بس مش بصفه اساسيه فطبعا الحضري قعد 7-8 سنين بيلعب اساسي وراجل منتخب مصر يرجع وطبيعي انه بيلعب حتى لو انا وبعدين وشه مكسور بيلعب فاكر ماتش المحله كان وشه تقول لي تسمح لي اقول ولا بلاش خلي فهي قصه يعني ازاي وشه مكسور ويلعب يعني لا وازاي كاس عالم انديه عنده مزق في الرباط الداخلي رهيب هو عشان كده هو طبعا نجم كبير وكلنا بنتعلم منه لكن زي ما قلت ان انا كان بيجي لي عروض بس النادي الاهلي ما كانش بيوافق كان يقول لك لا امير مستقبل النادي امير لا هياخد فرصته في النادي وانت صراحه دخيلي كمان من جواك انا جدا الاهلي كل سنه بحبه اكتر وعايز امشي العب طب انا عايز العب برضو احساس مميت صعب جدا وكل ما بتلعب تقول ايه الفرصه قربت بالظبط تلاقي الفرصه صعبت لا استنى شويه تلاقي السيزون خلص بالظبط تمام فقعدت فتره كبيره جدا لكن الحمد لله الفتره انا بعد يعني ما الحضري ما كانش موجود فتوليت المسؤوليه بصفه اساسيه لعبت الحمد لله وخدت بطولات فانا
كان نفسي ابقى يعني العب بصوره اكبر في النادي الاهلي، لكن انت بتقابلك ظروف، الظروف دي بقى ممكن تكون معاك ممكن تكون ضدك. معلش النهارده النجم اللي هو بيتألق ليه؟ ما هو بيلعب عشان ظروف لعيب تاني مثلا مصاب او مستواه مش لسه مش مظبط، فبيلعب بياخد فرص، هي ظروف. ف وخصوصا ان انا مشيت من النادي الاهلي بظروف، يعني بفعل فاعل مش ان انا حاجه فنيه خالص، وكنت عايز اكمل في النادي الاهلي على فكره. لكن كنت راضي طبعا الفتره بتاعه النادي الاهلي، رحت كان عندي دافع قوي، لان انت طالع من النادي الاهلي عايز يبقى عندك دافع قوي نفسك، فمش اثبت نفسي لان انا لعبت خلاص النادي نفسك ان انا مشيت مش كانش لازم امشي بالظبط. فما جيت اخترت انديه جماهيريه زي النادي المصري، بتتكلم في انديه ثانيه الحمد لله، ابتديت بقى تبعد عن الضغوطات شويه، مع ان ده مش فارق معايا، بس قلت ايه اجرب. انا جربت بجمهوره وانا مستمتع على فكره، انا من ضمن الناس او من الناس اللي انا بحب العب تحت ضغط جمهوري كبير جدا وتعود. خد بالك انا بقول من وجهه نظري اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي حظها كويس طبعا، ان انت طبعا. انا كنت بلعب تحت 120 الف متفرج، بتتكلم في التراس وراك، بتتكلم في جمهور كبير في ضجه، فكنت مستمتع بيه. هو حظها كويس ووحش في نفس الوقت، لان الجمهور بيدي دفعه مش طبيعيه بالظبط، وساعات بيعمل عليك بريس بالظبط. لا انا بالنسبه لي كان الامور عادي جدا، يمكن كانت الناس بتقول ان لما الحضري مشي امير عليه ضغط، بالعكس يمكن ماتش المحله كنت بلعب وانا مستمتع والناس كلها في وادي، وانا عملت تجربه مميزه. فهي قصه ان انت بتبقى انت ظروف بتمنعك، طالما انت ظروف غصب عنك دي ما فيهاش مشكله، طالما انت بتحارب وبتجتهد وبتخلص ده ما فيش مشكله. بدليل ان انا لما رحت الانديه الثانيه اخلصت وتعبت، فربنا اداني رحت منتخب، وصلت مع سموحه نهائي دوري ونهائي كاس ضد نادي الزمالك ونادي الاهلي، فدي حاجه كويسه. أكيد. كان نفسي طبعا اخد بطوله مع علي سموحه، كانت هتفرق معاك. لكن انا ضريت طبعا الفتره اللي فاتت والحمد لله، وخلاص بقى هي سنه الحياه، هخش بقى في كارير تاني والحمد لله رب العالمين. ان انا اول كارير ليا ان انا ادخل جوه النادي الاهلي واشتغل جوه النادي الاهلي. اكيد يعني بص طبعا مش عايز اقول لك الوقت بتاعنا، هم هناخد خمس دقائق بالعافيه خدناهم يعني منهم بعتذرلك طبعا. قول لي لا ده انا كان نفسي بس الناس نقعد مع بعض اكتر من كده. يعني قول لي دماغك فيها ايه الفتره اللي جايه؟ عايز توصل لايه؟ عايز توصل لمجال اداري، مجال فني، تدريب حراس، دماغك فيها ايه؟ بص يا كابتن، هو انا يمكن الطموح شيء مشروع جدا، والطموح بلا سقف كمان شيء مشروع جدا. طموحي مش او هدفي مش حاجه معينه، يعني انا يمكن كمان بعد الكوره كنت فكرت شويه في ميديا. طب دلوقتي النهارده مفيش كوادر في حراسه المرمى جوه النادي الاهلي او في المنتخب، فليه لا؟ ليه ما اخدش كورسات واظبط الدنيا بحيث ان انا ابقى من خلال النادي الاهلي مدرب حراسه مرمى النادي الاهلي او في منتخب مصر او في اي نادي ايا كان، يعني حسب رزقك او حسب. جميل وطموح حلو جدا بالظبط. فانا وفي نفس الوقت انا جالي موضوع ان انا ابقى مدير اداري، يعني حاجه في الاداره او مدير اكاديميه، فانا الموضوع حبيته بصراحه. يعني كنت قلقان منه شويه، لكن الحمد لله مع شخصيتي مع حب الناس الحمد لله مع تجارب اللي انت مريت بيها ففرقت جدا، مع خصوصا ان انا ابني كمان اولادي بيلعبوا في اكاديميه النادي الاهلي، فكنت بشوف او عندي رؤيه، فكنت جوه المطبخ زي ما بيقولوا، فعارف سلبيات. فكرتش ان انت تمسك الاثنين؟ ما هو بص يا كابتن انا شغل اداري وشغل فني. بص حتى كابتن خالد بيقول لما جه يتكلم معايا قال لي بص يا امير، انت هتبقى مدير اكاديميه النادي الاهلي، في نفس الوقت هناخد كورسات، ده اللي انا قلته له. قلت له انا عايز اخد كورسات، وقدمت ورق فعلا بالفعل الحمد لله، قابلت الدكتور محمود سعد وبشكره طبعا. قدمت الورق، ويبقى انا عندي النهارده مدير اكاديميه النادي الاهلي. خد بالك انا ليا الصلاحيه ان انا كمان انا ما بطلعش بره الملعب، انا بروح اشوف الحراس بيتمرنوا ازاي، بديهم خبراتي، بروح للعيبه، بشوف المدربين، بتابع. يعني انا ليا نظره برضو خد بالك مش من ناحيه حراسه المرمى بس، يعني انا ببقى مثلا ماشي ولد يعجبني لعيب، فعندي رؤيه، الاقي المدرب بعد شويه يقول لي يا كابتن شوف الولد ده، فخلاص بيبقى انا والمدرب راينا واحد. اكيد. فانا هبقى موجود في خلال الاكاديميه، مدير اكاديميه النادي الاهلي، وبعدين تاخد كورساتك، وبعد كده ان شاء الله تبقى الكارير التاني بقى تشوف بعد كده. بس هو ان شاء الله هدفي ان شاء الله يبقى اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله كمان تكون موفق في المجال الاداري كمان وفي الاكاديميات ان شاء الله. نشوف امير عبد الحميد بصوره زي ما هو معودنا، بصورته جميله دايما في كل مكان، الاهلي او بره الاهلي، وان شاء الله في الاكاديميات النادي الاهلي. انا كان نفسي اطول معاك اكتر من كده، بس ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه باذن الله ان شاء الله. انا اوعدك وبعتذر لحضرتك طبعا، وبعتذر للساده المشاهدين، وانا سعيد جدا ان انا في بيتي سواء من خلال يعني شغل، ومن خلال انا موجود مع الاسره كلها طبعا، يعني ده بيتك طبعا، اهلي بيتي وفي دمنا يعني. فبشكر حضرتك كابتن، انا سعيد جدا كنت معاك النهارده. نورت وشرفتني. وقتنا بيخلص معاكم على طول، اتكلمنا فيها في الحلقه عن كل حاجه، وكمان ختمناها بالنجم الجميل امير عبد الحميد. اشوفكم قريب جدا، نورتوني وشرفتوني، مع الف سلامه.